السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مرام عصام فرقة تانية، ودلوقتي هنشرح لكة شرقية فيسيو بعنوان الـ Function of the Spinal Cord والـ Cord Reflexes. طيب ايه هي وظائف الـ Spinal Cord؟ الـ Spinal Cord ده ليه دور في تلات حاجات، في الـ Somatic Sensation وفي الـ Voluntary Movement وكمان في الـ Cord Reflexes. طيب هنتكلم الأول عن دوره في الـ Somatic Sensations، وقبل ما نتكلم عن دوره في الـ Somatic Sensations أنا حابة إن احنا نفتكر كده ايه هي انواع السنسيشنز. السنسيشنز كان عندي ثلاث انواع، اللي هي الاورجانيك سنس والسوماتيك سنس والسبيشال سنس. الاورجانيك سنس دي اللي هي الاحاسيس البدائيه اللي اي كائن حي بيحس بيها، تمام؟ يعني ربنا حط الغريزه بتاعه الجوع والغريزه بتاعه العطش والغريزه ان هو عايز يتكاثر، تمام، في كل الكائنات الحيه، فدي كده اورجانيك، تمام. بعد كده عندنا السبيشال سنس، وعذرا على الخط، طبعا عندنا السبيشال سنس هي الحواس الخمسه بتوعي ما عدا اللمس. ليه هي سبيشال سنس؟ لان ليها اورجان خاص بيها. يعني انا عندي اورجان لوحده للسمع، اورجان لوحده للشم، اورجان لوحده للتذوق، واورجان لوحده للايه، للرؤيه. فدي كده عشان كده سميناها سبيشال سنس. يعني انا مثلا ما ينفعش اشوف من رجلي، لا، تمام. التاتش بقى ضمناه للسوماتيك سنس مع باقي الاحاسيس. ايه هي السوماتيك سنس؟ الاحاسيس الحسيه اللي اقدر احسها في اي مكان في جسمي، زي ان انا اقدر احس البين، اقدر احس التمبريتشر، واقدر احس المكان، وايه ريسبتيف سنس. ايه المكان الريسبتيف ده؟ يا اما احس بلمسه، يا اما احس بالحركه بتاعتي والبوزيشن بتاعي، او البوزيشن بتاعي وايل الموفمنت، وان انا ابقى سانده نفسي كده. التكتايل اللي هي اللمسه دي ممكن تبقى لايت تاتش، لمسه خفيفه كده، يا اما فاين يا اما كرود. ممكن تبقى ديب تاتش، لمسه تقيله اللي هي البريشر، وممكن تبقى ايه فايبريشن. وطبعا الحاجات دي كلها خدناها في الليكتشرز اللي فاتت. فالسباينال كورد عندنا هو ليه دور في السوماتيك سنسيشنز اللي هي الاحاسيس الحسيه، تمام. طيب قالي it carries all somatic sensations من البادي للبرين. يبقى هاي هو بياخد السوماتيك سنسيشنز كلها من البادي للايه، يوصلها للبرين. اول حاجه البين والتمبريتشر، ده طبعا مراجعه بسيطه لان احنا اصلا خدنا ده في الليكتشرز اللي فاتت، تمام. اول حاجه البين والتمبريتشر دول فاكرين كانوا بيتنقلوا عن طريق اللاترال سباينو سلاميك تراكت، تمام. والكروت تاتش كان بيتنقل عن طريق الفنترال سباينو سلاميك تراكت. والفاين تاتش والبروبيوسبشن، يعني ايه البروبيوسبشن؟ اللي انا احس بالبوزيشن بتاعي، او وانا ماشيه ابقى ايه سانده نفسي كده وحاسه برده بالبوزيشن بتاعي ومظبطه جسمي. وده كان بيتنقل عن طريق الدور زي الكولون تراكت اللي هو اللي كان بيحمل الجراسين والكونيت تراكس. الجراسين ده اللي هو كان بياخد السوماتيك سنسيشنز من اللور ليمب، والكونيت تراكت ده اللي كان بياخد السوماتيك سنسيشنز من الابر ليمب، تمام. تعالوا نفتكر كده، انا كان عندي ده هو كات سكشن في السباينال كورد. فأنا كان عندي هنا اللي هو الفنترال كولون، وكان عندي هنا اللاترال كولون بتاع السباينال كورد، كان عندي هنا الدورزال كولون. طبعا دورزال هنا ودورزال هنا، ولاترال هنا ولاترال هنا، وفنترال هنا وفنترال هنا. طبعا ده غير الايه، ده غير الهورن سيلز. يعني دي كده بوستيريور هورن سيل، وده انتيريور هورن سيل، وده اللي على الجنب ده اللاترال هورن سيل. يبقى الهورن سيل غير الايه، غير الكولون، تمام. فادي اهو ده باثوي اوف الفاين تاتش والديب سنسيشن. قلنا الفاين تاتش والديب سنسيشن بتمشي في الدور ذا الكولون مع الجراسيل والكونيت، تمام. ادي اهو الريسبتور بتاعهم، وادي الالفا نيرفز بتاعتها، تمام. وطالعه فوق فين؟ ادي اهو الجراسيل وادي الكونيت في الدور ذا الكولون تراكت. راحه فين؟ راحه على المدله في الجراسيل والكونيت نيوكلياي، تمام. فاكرين اصلا الجراسيل والكونيت دول كانوا موجودين جنب البيراميد في المدله كده، تمام. وبعد كده تطلع فين؟ تعمل كروسنج كده اهي في المدلة، وتقوم رايحة عاملة فين؟ رايحة في الميديا اللمنسكس بتاع البرين ستيم. واحنا فاكرين ان اللمنسكس ده كان الايه، الاسندنج سنسوري تراكت اللي ماشي في البرين ستيم بس، تمام. يعني هو ادام ماشي في البرين ستيم فانا سميت عليه ايه، سميته لمنسكس، تمام. وبعد كده بيطلع للثلمس في نيوكليس اسمها ايه، بوستيرو فنترال نيوكليس. وبعد كده بيطلع بقى للايه، للكورتكس عندي، للكورتكس اللي فين؟ في البرين، تمام. ده كان الفاين تاتش والديب سنسيشن. بعد كده الباثوي بتاع الكروت تاتش، الكروت تاتش قلنا ان بيطلع في الفنترال كولون، وادي يا عم الريسبتور بتاعه ماشي على الافرنت نيرف، والافرنت نيرف هنا من النوع الاي دلتا، تمام. وبيسلم هنا، وهنا بيعمل كروسنج فين بقى؟ هنا بيعمل كروسنج في السباينال كورد، وبيروح هنا على الفنترال تراكت، وبعدين يبدا ان هو يطلع بقى ايه ده. طبعا احنا فاكرين ان ده فيرست اوردر نيرون، وبعد كده ايه الفيرست اوردر نيرون ده اللي هو بيسلم للسنتر، تمام. وبعد كده ده السكند سنتر، السكند اوردر نيرون، تمام. وبعد كده ده بقى بيبدا ان هو يطلع فين، يروح على الثلمس في نفس النيوكليوس بتاعه الايه، البوسترو فنترال نيوكليوس. وبعد كده يبدا ان هو يطلع على ايه، السنسوري اريا اللي موجوده في السيريبرال كورتكس، تمام. بعد كده عندنا الباثوي اوف البين اند التمبريتشر، ده قلنا ان بيمشي فين، في اللاترال سباينو سلام
الأميجدالاكس، تمام؟ فأدي الريسبتور وأدي الأفرنت نيرف برضو، تمام؟ ده احنا قلنا ان هو الفيرست اوردر نيرون بيسلم لمين؟ للسكند اوردر نيرون، هيمشي اهو في اللاترال ويطلع برضو عند الثالاموس، تمام؟ وبعد كده يطلع للسنسوري ايه كورتكس، تمام؟ فده اصلا ايه يعني تعتبر مراجعه سريعه اصلا على اللي خدناه قبل كده. طيب ايه هو تاني حاجه الرول بتاعه في الفولنتري موفمنت، يعني ايه الحركات الاراديه؟ طيب قال لي it carries the motor order من ال higher centers to anterior hornices. يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي مش هو وصل الاحاسيس من الجسم للبرين؟ اه، فهيوصل بقى ايه يعني الاكشن اللي هيحصل، ما هو البرين ايه هيعمل اكشن، فهيوصل الاكشن اللي هيحصل من البرين لمين؟ للجسم، تمام؟ فهو بيحمل الموتور اوردر من الهاير سنترز اللي هو البرين وكده، هيحمله للايه؟ للانتيرير هورن سيلز الاول، تمام؟ اللي هي في السباينال كورد، عشان لو فاكرين انا كان عندي بوستيرير هورن سيلز وانتيرير هورن سيلز، البوستيرير دي كانت ايه بتستقبل السنسيشنز، والانتيرير هورن سيلز كانت بتخرج الموتور، واللاترال هورن سيلز كانت بتروح على الايه دي بتاعه السمباثيتك والباراسمباثيتك اللي هو الاوتونوميك ايه نيرفس سيستم. طيب فهنا بتاخدها من البرين وبعدين توديها على الانتيرير هورن سيلز عشان ده بيستقبل الموتور، تمام؟ ثرو الموتور اللي هي الديسندنج باث واي كولد الابر موتور نيرون، تمام؟ او بسميه بيراميدال او اكسترا بيراميدال ايه تراكت. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي انا عندي الديسندنج نيرفز اللي هي نازله، الديسندنج موتور نيرفز اللي هي نازله من السريبرال كورتكس وراحه على بقيه الجسم، هتعمل ريلي فين الاول؟ هتعمل ريلي، خليكم معايا في الرسمه دي كده، هتعمل ريلي فين؟ في السباينال كورد الاول. فادام النيرون جاي من فوق من السريبرال كورتكس وراح يعمل ريلي في السباينال كورد اللي هو في الانتيرير هورن سيلز، اول نيرف ده بسميه ايه؟ بسميه upper motor neuron، يعني الموتور نيرون اللي فوق، تمام؟ هياخده بقى من السباينال كورد ويروح بقى على فين؟ على باقي الجسم بقى عشان يوصل الاكشن بتاعه. فادام خده من السباينال كورد ورايح على باقي الجسم، فده بسميه ايه؟ lower motor neuron، تمام؟ يبقى انا عندي upper motor neuron وعندي lower motor neuron، تمام كده؟ طيب قال ان الابر motor neuron دون بيبقى ايه؟ يعني الموتور نيرونز دي بتتجمع على بعض وبتديني نيرف فايبر كده، تمام؟ في نيرف فايبرز تمشي في البيراميد، عارفين فاكرين البيراميد بتاع الميدالا اوبلنجاتا ده؟ ففي نيرف فايبرز بتنزل في البيراميد دي، وفي نيرف فايبرز بتنزل بره ما بتمشيش في البيراميد، لا ده بتمشي بره البيراميد، بتمشي بقى في الحتت اللي جنبها يعني، تمام؟ فدي بسميها اكسترا بيراميدال تراكت. يبقى الديسندنج فايبرز بتاعه الموتور بتاعه الابر موتور نيرون بتبقى حاجتين لازقين في بعض، البيراميدال تراكت والاكسترا بيراميدال ايه تراكت، تمام كده؟ وليه سميتها بيراميدال؟ علشان هي بتمشي في البيراميدز بتاعه الميدالا اوبلنجاتا. طب ليه سميتها اكسترا بيراميدال؟ لان هي بتمشي بره البيراميدز بتاعه الميدالا اوبلنجاتا، تمام؟ طيب قال لي النيرف اللي هو اللور موتور نيرون ده ادام هو واخد من السباينال كورد ورايح هنا مثلا زي هنا في الرسمه على المصل، تمام؟ النيرف دون بيبقى نوعه ايه، او النيرون ده بيبقى نوعه ايه؟ بيبقى نوعه الفا موتور نيرون. الفا يعني سريع جدا، احنا اصلا فاكرين ايه هي انواع النيرف فايبرز؟ طيب تعالوا نشوف كده الاول. احنا كنا واقفين ان هو الابر موتور نيرون ده اللي هو بيبقى بيتكون من بيراميدال واكسترا بيراميدال تراكس، يبقى ايه جاي من السيربرال كورتكس ورايح للايه للانتيري هورن سيلز في السباينال كورد. وبعد كده بقى الايه اللور موتور نيرون ده، تمام؟ اللور موتور نيرون بيروح فين؟ بيروح من السباينال كورد لغايه الماسل. تعالوا نقرا كده، ات كونتين ذا انتيرير هورن سيلز ان اتس فينترال هورن which is the mother cells of the alpha motor neuron، واسميها برضو ايه اللور موتور نيرون. ده بيكاري الموتور اوردر من السكيلتال، يعني بيكاري الموتور اوردر تو السكيلتال ماسل، يبقى من السباينال كورد للايه السكيلتال ماسل، تمام؟ طيب قال لي according to the diameter and velocity بتاع الكوندكشن نيرفز are classified into three groups، يعني ايه؟ على حسب السمك بتاع النيرف وعلى حسب السرعة اللي بيوصل بيها الإشارة، فأنا قسمت النيرفز دي لتلاتة جروبس، تمام؟ إيه هما؟ جروب A وجروب B وجروب C. جروب A ده أدخن واحد فيهم وأسرع واحد فيهم، يبقى أدخن واحد وأسرع واحد بيوصل الإشارة. جروب B ده في النص كده وسط، إنما جروب C ده أبطأ واحد، تمام؟ فهو بيقول لي هنا إيه؟ إن اللور موتور نيرون بيتكون من الألفا موتور نيرون، يعني أسرع واحد، اسرع واحد في الموتور نيرونز كلها. طيب قال لي دلوقتي ان انا عندي ال A اللي هو جروب A
دوا بيبقى فيه يعني الفا وبيتا وجاما ودلتا. الفا ده طبعا اسرع واحد فيهم، ودلتا ده ابطا واحد فيهم، بس ستيل لسه سريع برضو بالنسبه لايه للي تحت، لان السي ده ابطا واحد خالص. طب ليه؟ لان ده اللي هو جروب ايه، ده بيبقى ايه مايلينيتد. مايلينيتد يعني حواليه مايلين شيز، وادام حواليه مايلين شيز فده هو اللي هيخليه سك اصلا، هو ده اللي هيخليه ايه تخين. تمام. البي هو سان ومايلينيتد، يعني هو مايلينيتد بس ايه سان شويه عن الايه، والسي ده بقى نون مايلينيتد، عشان كده هو سن وكمان ايه مش بيوصل الاشاره بسرعه. تمام. طيب، طب ايه هو بقى دور السباينال كورد في الريفلكسز؟ تمام. ات كونتينز السنتر فور ا جروب اوف ريفلكسز، يعني هو اصلا السنتر، يعني هو في السنتر بتاع ايه مجموعه من الريفلكسز كده اللي بتحصل، فعشان كده انا بسميها سباينال ريفلكسز. ليه بسميها سباينال ريفلكسز؟ علشان السنتر بتاعها موجود في السباينال كورد. تمام. والسباينال ريفلكسز دي the simplest reflexes في النيرفس سيستم، يعني اكتر واحدة سيمبل في النيرفس سيستم، الباقي يعني معقدة جدا يعني. تمام. طيب، في هنا نوت بيقول ايه ان في الريفلكس او الريفلكس اكشن ده any the physiological or the functional unit of the nervous system. احنا عارفين ايه هي الفانكشنال يونت، يعني ايه فانكشنال يونت؟ يعني اصغر حاجة تقدر تديني الوظيفة بتاعت السيستم كامل، اللي هي ايه الريفلكس. يعني انا هنا ما اقدرش اقول ان النيرون هو الفانكشنال يونت. ليه؟ لان النيرون لوحده مش هيقدر مثلا يوصل اشاره من هنا لهنا، لا مش هيقدر يوصل اشاره، يعني مش هيقدر يستقبل وبعدين يوصل اشاره وبعدين يديني ريسبونس، لا. فالريفلكس هنا الريفلكس كله، الريفلكس كله ده الايه الفانكشنال يونت، لان هي اصغر حاجه في النيرفس سيستم تقدر تديني وظيفه النيرفس سيستم كامل. تمام. طيب، قال لي الريفلكس ده وان ده انفولنتري يوسفول اكشن. تمام. يعني هو حاجه غير اراديه بتحصل، يعني مش بمزاجي، هي غير اراديه بس هو فعل مفيد، يبقى هو فعل مفيد بيحصل مش بمزاجي. تمام. طيب، قال لي occurs in response to a stimulus. في stimulus جه خلاني اعمل الفعل المفيد ده، الفعل ده عشان يحميني، الفعل المفيد ده عشان يحميني، بس انا عملته ايه بطريقه غير اراديه. تمام. طيب، فده كده انا بسميه ايه reflex. قال لي زي ايه مثلا؟ قال لي زي reflex closure of the eyelids in response to a moving object in front of the eye. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي وانا واقفه في حاجه عدت كده قدام عيني فجاه، فانا طبيعي as a reflex يعني كرد فعل مني انا هقفل عيني غصب عني. ليه؟ عشان هخاف ان ايه ان في حاجه تدخل في عيني دي او تاذيها. بس في الحقيقه ان انا مش بعمل ده، يعني انا مش بعمل ده بمزاجي، لا انا بعمله غصب عني as a reflex. يعني مثلا انا جيت تشكيت بدبوس، فايه فاسحب ايدي بسرعه، فده ريفلكس. تمام. فده طبيعي، ده بيتم من غير ارادتنا او من غير تفكير منا. تمام. طيب، زي ايه كمان؟ او الريفلكس سكريشن اوف الجاستريك جوس اون سينج اور سميلينج الفود. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا شميت ريحه الاكل او كلت الاكل، فايه ريفلكس طبيعي ان الجاستريك جوس ايه هيتفرز. تمام. طيب، فالريفلكس اكشن ده ميديتد ثرو الريفلكس ار. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي الريفلكس ار ده هو المسار كله، انما الريفلكس اكشن ده هو الريسبونس بتاع المسار بقى، يعني ايه النتيجه اللي هتحصل في الاخر. تمام. يبقى الريفلكس ار ده اللي هو المسار كله، اللي هو اصلا بيتجمعوا في كلمه صراصير، الاس فور الاستيمولس، الار فور الريسبتور، بعد كده الافرنت نيرف، بعد كده السنتر، بعد كده الايه الايفرنت نيرف، وبعد كده الايه الريسبونس بتاعي. تمام. يبقى ده الارك اهو كله على بعضه. طب الريفلكس اكشن بقى، الاكشن لا، يعني مثلا الاكشن ان العضله بتاعتي اتحركت، ده الاكشن اللي هو اللي هيحصل هنا بقى عند الافكتور اورجان ده. تمام. طيب، عندنا بقى السباينال ريفلكسز نوعين، مونو سينابتك وبولي سينابتك. المونو سينابتك دي يعني فيها سينابس واحد بس، يعني في اتنين نيرون افرنت وافرنت على طول، مفيش انتر نيرون في النص. تمام. يبقى فيه هو افرنت نيرون وبيوصل على افرنت نيرون وايه وبس كده خلصنا، فهو ده المونو سينابتك. طيب، وفي بقى بولي سينابتك، يعني في اكتر من سينابس. يبقى معنى ان في اكتر من سينابس يعني ايه؟ في اكتر من اتنين نيرون، يعني ادي اهو ادي الافرنت نيرون وصل الانتر نيورون في السباينال كورد، وانتر نيورون كمان في السباينال، يعني اصلا من كل نيورون ونيورون بيبقى فيه سينابس. يبقى ادي واحد سينابس، اتنين، تلاته، في تلاته هنا سينابس، فده كده بولي سينابتك. انما المونو سينابتك ده اللي هو بيبقى فيه ايه سينابس واحد بس.
اللي هو هنا في الصورة دي، ادي اهو، ادي الافرنت نيرون وادي الافرنت نيرون، تمام، وادي الايه السينابس الواحد او الوحيد اللي ما بينهم، مفيش انتر نيرون في النص، تمام. طيب هنتكلم عن المونوسينابتك. الاونلي اكزامبل للمونوسينابتك ده هو الاسترتش ريفلكس، وهنتكلم عنه شويه كده، تمام. البوليسينابتك بقى، البوليسينابتك يا اما سوماتيك وده بيحصل في السكيلت المسل، يا اما ايه اوتونوميك وده بيحصل في السموث مسل، تمام. طيب السوماتيك اللي هو بيحصل في السكيلت المسل يا اما بيبقى سوبرفيشال حاجه على السطح، يا اما بتبقى ديب، تمام. الديب دي بتبقى في التندون، ودي انفرس ستريتش ريفلكس، هناخدها برضو شويه كده. السوبرفيشال اللي هي بتبقى حاجه على السطح بتبقى ويزدرول ريفلكس او الكروس اكستنسور ريفلكس او البلانتر ريفلكس او الابدومينال ريفلكس، ودول برضو هنتكلم عليهم بالتفصيل في اخر المحاضره، تمام. الايتونوميك بقى اللي هي بتحصل ايه، يعني دي انا ماليش تحكم فيها خالص، هي بتحصل اصلا من جوه، يعني اصلا حتى مش بشوفها. الميكتيوريشن، الديفيكيشن، الاريكشن، وهنا الافكتور اورجن هو السموث موسل، تمام. يعني اصلا الاوتونوميك دي اصلا يعني هي بتحصل وانا مش واعي اصلا، او وانا لسه مثلا السيربرال كورتكس عندي ايه مش متكون كفايه، او لسه ما حصلوش ديفلوبمنت، زي مثلا في البيبي لسه السيربرال كورتكس ما حصلوش ديفلوبمنت ان هو مثلا يقدر ياخد قرار ان هو يمكتوريت او يديفيكيت او لا، تمام. ف يعني هو صغير وهو بيبي بيعمل حمام على نفسه وهو اي حاجه، عشان كده بنلبسه بامبرز، تمام. والالكشن برضو لما الولد مثلا بيكون نايم ممكن يحصل الكشن، تمام. طيب الاسترتش ريفلكس، هنتكلم بقى عن الاسترتش ريفلكس، وقلنا ان ده الريفلكس الوحيد اللي هو مونو سينابتك، ده الريفلكس الوحيد اللي هو مونو سينابتك، وبسميه برضو ايه مايتوتيك ريفلكس. مايتوتيك مايو يعني عضله، تمام. مايو يعني عضله، وتوتيك دي يعني كونتراكشن ان ريسبونس للاسترتش، يعني حصل استرتش للعضله فاذا فيدباك بقى العضله دي حصل لها كونتراكشن، فهو ده الايه الاسترتش ريفلكس. طيب زي الاستك كده، انا لما اجي او ماسكه الاستك واشده، افضل اشده اشده اشده، طبعا كل ما اشده اكتر كل ما اجي لو جيت اسيبه فهتبقى اللسعه على ايدي اقوى، ده هو اللي بيحصل في الاسترتش ريفلكس كده، تمام. ايه اللي بيحصل في الاسترتش ريفلكس؟ هو حصل استرتش في المسل سبندلز، استرتش بسيط كده، وهنقول دلوقتي السبب، تمام. فالاسترتش ده ادى الى حدوث كونتراكشن، يعني ايه كل فعل ليه رد فعل، انا لما عملت استرتش للاستك او شديت الاستك، تمام، وجيت اسيبه قام لسع على ايدي، ده رد الفعل بتاع الاستك، تمام. انا عماله اشد فيه بقى، تمام، نفس رد الفعل بتاع العضله، انا جيت عملت لها استرتش حبه صغيره قامت عملت ايه كونتراكشن على قد الحبه الصغيره اللي انا عملت عليها، تمام. طب لو عملت استرتش حبه كبيره فهتعمل كونتراكشن حبه كبيره على قد الحبه الكبيره اللي انا عملت عليها، امين. طيب يبقى الاسترتش اوف السكيلتال ماسل ليدز تو ايه كونتراكشن اوف ذا سيم ماسل، تمام. طب الاسترتش ده جه منين، يعني ايه اللي خلى السكيلتال ماسل يحصل لها استرتش؟ دلوقتي احنا عارفين ان الماسل دي موجوده، بصوا كده معايا، الماسل دي او العضله دي موجوده بين عظمتين، بيبقى فيه هنا اوريجن وبيبقى فيه ايه انسرشن، تمام. فالاوريجن والانسرشن يعني شدينها الى حد ما، مخلين العضله مفروده شويه، يعني انا لو جيت شلت العضله دي من مكانها وخرجتها بره الجسم هلاقيها اقصر من كده، هلاقي ايه اقصر، تمام. فهنا العضله ايه تحس انها مشدوده شويه، فالستريتش اللي حصل ده نتيجه ان هي موجوده بين الاوريجن والانسرشن، فده خلاها تبقى ايه كونتراكتد شويه. وعشان كده اصلا انا جسمي العضلات بتاعته هي مش ريلاكسد، يعني وانا كده وانا مش بعمل اي حاجه العضلات بتاعه جسمي مش في حاله ريلاكسيشن، لا ده هي مايلد كونتراكتد، يعني ايه يعني فيها كونتراكشن حاجه بسيطه كده، تمام. ده علشان احافظ على ان جسمي كده مثلا وانا قاعده على الكرسي ابقى ظابطه نفسي كده، مش انا مش كائن رخو، انا لو انا ما عنديش الاسترتش ريفلكس ده في جسمي، تمام، او لو العضلات مش كونتراكتد شويه، تمام، انا هبقى كائن رخو، انا مثلا وانا قاعده كده مش هعرف اسند طولي، تمام، هبقى ايه مش عارفه اقعد مثلا على المكتب، مش عارفه اقف، ليه؟ لان يعني انا عضلاتي كلها مرتخيه، انا كائن رخو، تمام. فوجود المصل بين العظمتين ده عمل استرتش بسيط في الفايبرز بتاعه المصل، تمام، فده خلاها مايلد كونتراكتد، تمام.
فهو ده اصلا هو ده الستريتش ريفلكس. تمام. طيب تعال نشوف ايه هو الريفلكس ارك بقى بتاعت الستريتش ريفلكس، ايه هي الصراصير كلها. هنتكلم عن الاستيمولس اول حاجه. اول حاجه حصل ستريتش للمصل. ليه حصل ستريتش للمصل يا معلم؟ انا لسه قايله لك بقى ان هي بين الايه، بين العظمتين، والعظمتين يعني ايه شدينها سيكه. تمام. الريسبتور، ايه هو الريسبتور؟ قال لي المصل سبندل، يعني الالياف نفسها بتاعه العضله هي الريسبتور، بيبقى فيها ريسبتور كده اسمه ايه، نيوكليير بانك او نيوكليير تشين فايبرز. النيوكليير باج او النيوكليير تشين فايبرز دي سبيشال ماسل سبندلز، علشان هي دي اصلا معموله مخصوص عشان الاسترتش ريفلكس ده. وبسميها اصلا ايه، بسميها انترا فيوزال فايبرز. انا اصلا عندي الماسل بتبقى نوعين من الفايبرز، اكسترا فيوزال دي اللي انا بعمل لها كونتراكشن بمزاجي، لما اجي انا مثلا اشيل حديد وبعمل كونتراكشن بمزاجي، الاكسترا فيوزال ماسل دي هي اللي ايه، هي اللي بتشتغل او هي اللي بتكونتراكت معايا. انما الانترا فيوزال ماسل دي يعني ايه، ماسل سبندل حاصل فيها شويه موديفيكيشن، تمام، مخليها تبقى الريسبتور بتاع الاسترتش ريفلكس ده. تمام. وهنشوف التركيب بتاعها تحت كمان شويه. طب ايه هو الافرنت؟ يعني دلوقتي في ستيمولس، في ريسبتور، وفي ايه، في افرنت. الافرنت بقى اللي هو البرايمري اند السكندري اندنجز. بص تعال نشوف كده، ده الريفلكس ارك، ده الريفلكس ارك بتاع الاسترتش ريفلكس. طيب دلوقتي كده ايه، اول حاجه الريسبتور عندي هو المسل سبندل اللي انا سميتها ايه، انترافيوزال مسل فايبرز. تمام. الانترافيوزال دي اللي هي بتاعت ايه، المسل فايبرز او الريسبتورز بتاعت مين، بتاعت الاسترتش ريفلكس. طيب ادي الاستيمولوس، طبعا حصل مسل استرتش. طيب الريسبتور اللي هو موجود هنا ده اللي هو الايه، المسل سبندل. بعد كده هيديني افرنت. الافرنت ده يا اما هيبقى في نوعين من الافرنت، يا اما هيبقى برايمري اندنج، يا اما هيبقى سكندري اندنج. البرايمري اندنج ده بيبقى سريع جدا، انما السكندري بيبقى بطيء شويه، ابطأ منه. تمام. فده الافرنت. وبعد كده هيروح مين؟ هيروح على الافرنت بقى على طول. احنا قلنا اصلا ان الاسترتش ريفلكس ده هو مونو سينابتك، في سينابس واحد بس. تمام. فيروح على الافرنت. ادي الافرنت هو اللي رايح على الايه، على المصل، علشان يحصل لها ايه، كونتراكشن. فادي الافرنت اللي هو من نوع الالفا موتور نيرون اللي هو السريع برضو. تمام. فيروح بقى ايه، خامس حاجه على الافكتور اورجان. تمام. يبقى احنا هناخد بالنا هنا من حاجه، ان الريسبتور هي الانترافيوزال مسل سبندلز. تمام. يبقى الريسبتور هي الانترافيوزال مسل سبندلز، انما الافكتور يعني لما الافرنت راح على مين؟ راح على الانترافيوزال برضو؟ لا، ده راح على الاكسترافيوزال مسل. تمام. طيب تعالوا نشوف هنا، يبقى الافرنت هنا عندي هو البرايمري اند السكندري اندنجز. تمام. بيروحوا فين؟ بيروحوا على البوستيريور روت بتاع السباينال كورد. طبعا هما لازم يروحوا على البوستيريور روت لان ده اللي بيستقبل السنسوري. تمام. والمذر سيلز موجوده بتاعتهم ايه، في الدورزال اي روت جانجل. تمام. ودي طبعا احنا عارفين اصلا ان الايه، ان السنسوري ليها دورزال روت جانجل اللي هي دي، اللي هي الدايره دي. تمام. طيب بعد كده السنتر فين؟ السنتر طبعا اللي هو السنتر اللي هو الانتيريور هورن سيلز. رايح فين الانتيريور هورن سيلز ده؟ هيطلع موتور بقى على طول، ده الموتور بول فور السيم ايه، مصر. بعد كده الافرنت رايح فين؟ اللي هو الالفا موتور نيرون اللي رايح للاكسترافيوزال ماسل فايبرز. يعني هو رايح ايه، يبقى هو واخد من الانترافيوزال ورايح ياثر على مين، على الاكسترافيوزال. احنا قلنا الاكسترافيوزال دي اللي انا بعمل بيها كونتراكشن بمزاجي، انما الانترافيوزال دي الريسبتورز بتاعه الايه، الاسترتش ريفلكس. تمام. الريسبونس عندي ماسل كونتراكشن، هيحصل ايه، ماسل كونتراكشن. تمام. طيب تعالوا نشوف كده، دي ده هو الاستراكشر بتاع الريسبتور اللي هو الانترافيوزال ماسل فايبرز. ده هو الاستراكشر بتاعه، هو بيبقى عباره عن اللي في النص ده هي الريسبتور نفسها، ودول نوعين من الريسبتورز. تمام. يبقى في النص ده الريسبتور نفسها، وادي دي كمان الريسبتور نفسها، بس دي اسمها نيوكليير باج، عامله زي الشنطه كده فيها مجموعه نيوكليوي. النيوكليوي دي هي الريسبتور، ودي اسمها ايه، نيوكليير تشين، تشين يعني سلسله كده. يبقى دي نيوكليير تشين، ودي نيوكليير تشين، ودي نيوكليير باج. طب اللي في الاطراف دي، اللي في الاطراف دي كونتراكتايل بورد، يعني في حاجات هتيجي تاثر عليها هتخليها برضو تكونتراكت. تمام. يعني هي نصها ريسبتورز ونصها ايه، ماسل فايبرز، بتكونتراكت عادي.
تمام. يبقى دي هي الاستراكشر او تركيب بتاع الانترافيوزال ماسل اي فايبر، اللي هي سبيشال مخصوص علشان مين؟ علشان الاسترتش ريفلكس. طيب احنا قلنا ان الافكتور او الافرنت نيرف رايح فين؟ على الاكسترافيوزال ماسل فايبرز عادي عشان يحصل ماسل كونتراكشن. اما الكونتراكتايل بارت اللي هنا في الانترافيوزال ماسل فايبرز دي، مين اللي هيأثر عليها؟ تعالوا نشوف بقى، احنا هنعرف مين اللي هيأثر عليها. هنتكلم عن الاستراكشر والانرفيشن اوف الايه، الماسل سبيندل. اول حاجه ان الماسل سبيندل دي بتاعه اللي هي الانترافيوزال ماسل فايبرز بتاع الريسبتور بتاعه الاسترتش ريفلكس بتبقى كابسوليتد، يعني جوه كبسول كده. بصوا جوه كبسول كده مدفونه في الفليشي بارت بتاعه الايه، بتاعه الماسل. يبقى هي كابسوليتد ستراكشر ان ذا فليشي بارت اوف الماسل، بتبقى بارلل للايه، للاورديناري ماسل فايبرز اللي هي الاكسترافيوزال. تمام. طب اتش سبندل، كل سبندل بقى فيها من 3 ل 10 سمول انترافيوزال ماسل فايبرز، which are of two types. الانترافيوزال ماسل فايبرز دي نوعين، نيوكليير باج والنيوكليير تشين. دي النيوكليير باج اهي، ودي النيوكليير تشين. تمام كده. طيب النيوكليير باج دي بتبقى من 1 ل 2 في كل سبندل، بتبقى ايه، من 1 ل 2، بتبقى عددها قليل يعني. عندها central part full of nuclei، تمام، بتبقى rapidly responding، دي بقى بتستجيب بسرعة جدا. عندها low threshold، يعني قيمة ال threshold بتاعتها قليلة، فأنا هوصل لل threshold بسرعة وهعمل action potential بسرعة، فهي rapidly responding وكمان rapidly adapting، يعني بتتأقلم على الحركة بسرعة. تمام. فدي أصلا ال nuclear bag دي بتبقى مسؤولة عن ال dynamic stretch reflex. هناخد بعد كده بالتفصيل ان في نوعين من الاسترتش ريفلكس، دايناميك استرتش ريفلكس وستاتيك استرتش ريفلكس. تمام. الاستاتيك استرتش ريفلكس ده هو اللي محافظ على جسمي كده اثناء الريست، يعني وانا قاعده على الكرسي بتاع المكتب انا عارفه اسند ظهري، وانا واقفه انا عارفه ابقى واقفه بشكل مظبوط ومستقيمه، يعني ظهري مش مايل، انا مش كائن رخو. هو ده اللي بيحافظ على البوزيشن بتاع جسمي، او هو ده اللي مخليني ماسكه نفسي، ده الاستاتيك استرتش ريفلكس. وعشان كده الستاتيك ستريتش ريفلكس ده بيتعامل مع النيوكليير تشين. النيوكليير تشين دي بتبقى سلولي ريسبوندنج، بتستجيب ببطء جدا، عندها هاي ثريشولد، وبتبقى سلولي ادابتنج. لان هي انتوا لو متخيلين لو دي رابيدلي ادابتنج، يعني الستاتيك ستريتش ريفلكس ده مش هيستمر معايا طول العمر، يعني انا هبقى كائن رخو على طول، لا لازم تبقى سلولي ادابتنج. تمام. لان هي المسؤوله عن حاجه اسمها، هناخدها بعد كده، الماسل تون بتاعي، هي اللي مسؤوله ان انا ابقى ماسكه نفسي، هي المسؤولة عن المايلد كونتراكشن اللي حاصل في كل عضلات جسمي ده عشان اقدر ابقى ايه، ماسكة نفسي الى حد ما. تمام. طيب انما الدايناميك ستريتش ريفلكس ده اللي بقى ايه، بيجي فجأة، يعني انا دلوقتي بيجي فجأة بمؤثر من بره، يعني انا دلوقتي لو جيت خبطت على الركبة بتاعتي بالهامر ده، لو جيت خبطت على الركبة بتاعتي بالهامر فرجلي هتتحرك، ده دايناميك ستريتش ريفلكس، يعني كونتراكشن قوي، كونتراكشن قوي في العضله نتيجه لستيمولس خارجي، لمؤثر خارجي وحصل فجاه. تمام. فعشان كده بيبقى رابيدلي ريسبوندنج ورابيدلي ايه، ادابتنج. انما النيوكليير تشين ده بيبقى سلولي ريسبوندنج وسلولي ادابتنج، لان هو مسؤول عن الاستاتيك ستريتش ريفلكس. تمام كده. طيب فانا دلوقتي عندي ده كده النيوكليير تشين ماسل فايبر، وده النيوكليير باك. النيوكليير باك ده بيبقى حواليه كده primary ending. البرايمري ending ده مش انا اصلا في الريفلكس فوق، بصوا في الريفلكس فوق ايه، انا عندي الافرنت نيرف فيه نوعين، في primary وفي secondary. في primary وفي secondary، ايه الفرق يعني بين البرايمري والسكندري؟ قال لي primary يعني اولي، يعني استجابة اولية، يعني استجابة سريعة، يعني بالعقل كده من اللي احنا شرحناه. البرايمري ده هيبقى هيبقى موجود في النيوكليير ولا موجود في النيوكليير باج ولا في النيوكليير تشين؟ في الباج ولا في التشين؟ لا ده هيبقى موجود ايه، هيبقى مسؤول عن الباج، لان الباج كانت النيوكليير باج اللي هي الشنطه اللي مليانه النيوكليير في النص دي، كانت اللي هي رابيدلي ريسبونس ورابيدلي ادابتنج. فهو البرايمري اندنج ده، البرايمري اندنج ده هو موجود فين؟ موجود يعني في النيوكليير باج. طيب بالنسبه بقى للسكندري اندنج، ده موجود في النيوكليير تشين.
موجود في النيوكلير تشين عشان ده هو ايه بطيء وسكندري يعني حاجه كده ثنائيه. لو خدنا بالنا ان البرايمري اندنج لافف لافف كده بشكل سبايرال يعني انيولو سبايرال سبايرال انيلو يعني انيولر يعني لافف كده داير ما يدور. لافف داير ما يدور على ايه؟ على النيوكلير باج وعلى مين؟ ومدي برانش كده يعني هو مسؤول اساسي عن مين؟ عن النيوكلير باج، لان النيوكلير باج دي هي اللي مسؤوله عن الايه؟ الرابيد ريسبونس. انما هو كمان بصوا لافف كمان حوالين مين؟ النيوكلير تشين دي. فهو البرايمري ده موجود فين؟ موجود في النيوكلير باج وموجود في النيوكلير تشين. طيب في حاجه ثانيه هنا اللي هي السكندري، السكندري دي بقى موجوده في النيوكلير تشين بس. يبقى تاني انا عندي النيوكلير باج اللي هي رابيدلي ريسبونس اللي هي بتستجيب للدايناميك ستريتش ريفلكس زي يعني اللي هي بتستجيب لمؤثر من بره قوي فهيحصل كونتراكشن قوي تمام. فدي فيها البرايمري اندنج بس اندنج بس تمام. انما السكندري اندنج دي موجوده فين؟ موجوده في النيوكلير تشين. فالنيوكلير تشين فيها الاثنين، فيها البرايمري وفيها السكندري، انما النيوكلير باج فيها البرايمري بس تمام. طيب اول حاجه طبعا دي يعني الايه دي الكونتراكتايل بورد بتاعه الانترافيوزال ماسل فايبرز، دي الكونتراكتايل بورد ودي النيوكلير باج ودي النيوكلير تشين. طيب احنا قلنا ان البرايمري اندنج دي اللي هي بتبقى ايه بتبقى سريعه وبتستجيب للايه يعني بتبقى الريسبونس بتاعها سريع جدا، فعشان كده هي الفايبرز بتاعتها من نوع الايه من جروب A الفا اللي هو اسرع اسرع حاجه تمام. طب السكندري هي ابطأ منها شويه، هي من جروب A B تمام، معنى كده ان هي مش بطيئه قوي بس ابطأ منها تمام، لان طبعا طبعا الفا اسرع حاجه تمام. هنا بقى بيقول ايه ان النيوكلير باج، النيوكلير باج دي rapidly responding rapidly adapting thus respond to sudden not maintained stretch للsudden stretch اللي هو dynamic stretch ايه reflex. النيوكلير تشين slowly responding slowly adapting respond to maintained stretch تمام اللي هو الستاتيك ستريتش ريفلكس. طيب قال لي البريفرال كونتراكتايل بورس دي مين اللي بيأثر عليها؟ اللي بيأثر عليها حاجه اسمها الجاما موتور نيرون، الجاما موتور نيرون تمام. الجاما موتور نيرون دي دي مساعده جايه من فوق تمام، جايه من فوق من المراكز العليا من السريبرال كورتكس، بس مش بمزاجي، هي مساعده جايه من فوق للاستريتش ريفلكس عشان تقويه عشان تزود السنسيتيفيتي بتاعته تمام. يبقى هي بتزود السنسيتيفيتي بتاعه الستريتش ريفلكس باي جوينج للبريفرال كونتراكتايل بورد. يعني لما هتروح يعني للبريفرال كونتراكتايل بورد ايه اللي هيحصل؟ لما هي تروح تكونتراكت البريفرال كونتراكتايل بورد دي ويحصل لها كونتراكشن هيحصل ستريتش هنا فين؟ هيحصل ستريتش في النيوكليوس تمام. يبقى لما البورد دي يحصل لها كونتراكشن كده وتيجي كده فيحصل هنا ايه؟ ستريتش في النيوكليوس دي تمام. فالستريتش ده هيبقى ستيمولس، هيبقى ستيمولس فايه فهي فهيقوي الاسترتش ريفلكس تمام. يبقى الاسترتش ريفلكس نفسه الاسترتش ريفلكس نفسه بياخد من الايه من الانترافيوزال ماسل فايبرز تمام، ويروح يعمل افكت على الاكسترافيوزال ماسل فايبرز. امال مين اللي بيأثر على الكونتراكتايل بارس اللي موجوده في الانترافيوزال ماسل فايبرز؟ هي الجاما نيرونز تمام. يبقى هنا الالفا نيرون زي اللي بتأثر على الاكسترا فيوزر، الجاما دي اللي بتأثر على الانترا فيوزر تمام. وطبعا الالفا اسرع من الجاما واسرع من البيتا تمام كده. طيب بصوا معايا عايزة اوريكم حاجة. بصوا هنا على الرسمة دي، دلوقتي انا عندي ده الستريتش ريفلكس اللي احنا متعودين عليه، ادي اللي هو الانتروفيوزال ماسل فايبر، ادي النيوكليير باج اهي تمام، وده ده الريسبتور تمام. هيعد هيبعت ايه؟ طبعا ادام هي نيوكليير باج فهتبعت البرايمري اندنج اللي هي السريعه جدا از افرنت تمام، وهتروح مين على الافرنت، الافرنت اللي هو الالفا موتور هيروح مين على الماسل فايبرز اللي هي العاديه عشان العضله تنقبض. طيب بصوا هنا، بصوا الفرع المتفرع ده اللي رايح يأثر على الكونتراكتايل بورد بتاعت الانتروفيوزال ماسل فايبر، الفرع ده اللي هو الخط الأحمر المنقط ده، ده هو مين؟ ده هو الجاما موتور نيرون. طب الجاما موتور نيرون ده جاي ازاي؟ دلوقتي أنا
خدت قرار ان انا احرك العضلة بتاعتي. فالقرار ده نازل من فين؟ من فوق، متاخد من فين؟ من فوق، من السيريبرال كورتكس. فهينزل ينزل ينزل، اللي هو الديسندنج موتور باثواي ده، هينزل يعمل ايه؟ هو المفروض نازل هيأثر على العضلات بتاعتي، العضلات اللي هي الاكسترا فيوزال ماسل العادية بتاعتي، تمام؟ هيروح يأثر عليها ازاي؟ اهو هيأثر عليها وهيدي للايه، الافرنت ده لمين؟ للالفا موتور نيرون اللي هتأثر على الايه، على المسل فايبرز بتاعتي. بس خدي بالنا هنا انه هيدي كولاترال، هيدي كولاترال تفرع كده لمين؟ للجاما موتور نيرون. فالجاما موتور نيرون ده هيروح ايه، يحفز ده، هيعمل كونتراكشن للبريفرال بارتس دي، فيعمل ستريتش للريسبتورز اللي هنا، فالريسبتورز هتدي ايه، الريسبتورز هتدي افرنت تاني، تمام؟ وادي افرنت تاني هيروح يأثر على العضله تاني. يبقى بصوا هنا السهمين الازرق والاحمر دول، السهم الازرق اللي هو جاي من الفولنتري اوردر اللي جاي من فوق، جاي من فولنتري، انا هنا انا عايزه احرك العضله بتاعتي، فده جاي من فوق، تمام؟ طب الاحمر، السهم الاحمر ده جاي من الاستريتش ريفلكس، تمام؟ فهنا اصلا بدل ما هيكون رايح للمسل فايبرز بتاعتي اوردر واحد بس، لا ده هيكون رايح له، يعني الاشاره مضاعفه، لان هو رايح له ايه، رايح له كهربتين كده مع بعض، فالاشاره هنا هتكون مضاعفه. عشان كده الجاما موتور نيرون دي بتقوي الاستريتش ريفلكس، تمام؟ وبتخليه سنسيتيف اكتر، تمام؟ واحنا خلينا متفقين برضو ان الاستريتش ريفلكس ده موجود على طول، تمام؟ طيب نرجع تاني لما كنا فوق. طيب احنا كنا هنا، تعالوا بقى نكمل هنا. السنترال بورتس بتاعت الانترافيوزال ماسل مش كونتراكتايل، احنا عارفين ان السنترال بورتس اللي ليه، لان دي بيبقى فيها نيوكلياي اصلا، دي ريسبتور اريا، وايل البريفرال بورتس هي اللي كونتراكتايل. احنا قلنا اللي بيأثر عليها مين؟ الجاما موتور نيرون. طيب قال الاستيميليشن اوف المسل سبندل اوكيورز في التو واي، المسل سبندلز بتاعتي اللي هي الاكسترافيوزال ماسل اللي هي هتعمل كونتراكشن عادي، تمام؟ بتأثر عليها ازاي؟ بيحصل ازاي كونتراكشن ده؟ بطريقتين. اول حاجه الاسترتش اوف ذا هول ماسل، تمام، باي الالفا افرنت موتور نيرفز، او انكريزد الجاما افرنت ديسشارج. فالجاما افرنت بقى ايه هتودي هنا، يعني هتودي مساعده، هتودي مساعده للايه، للاشاره، هتخلي الاشاره اقوى، فيحصل كونتراكشن للبريفرال كونتراكتايل بارت، ويحصل استرتش للسنترال ايه ريسبتور اريا، فهيزود الاستيمولس للريسبتور اريا، تمام؟ ده كل الكلام ده اللي احنا شرحناه في وعرفنا. طب بعد كده الانرفيشن بتاع الريسبتور، قال لي اول حاجه افرنت موتور فايبرز والجاما ايه وافرنت سنسوري فايبرز، تمام؟ يبقى الريسبتور ده، الريسبتور ده جاي له ايه؟ جاي له اتنين، واحد افرنت واحد افرنت. يعني انا الريسبتور ده نزل تاني للرسمه كده اللي تحت، الريسبتور ده جاي له اتنين، واحد افرنت واحد افرنت. يعني هو احنا هنتكلم دلوقتي عن الريسبتور ده، هذا هو الريسبتور اللي هنتكلم عنه. الريسبتور ده جاي له انرفيشنز، ايه النيرفز اللي رايحه له، ايه النيرفز اللي هتعمل؟ قال لي ده جاي له افرنت نيرف وجاي له ايه، وجاي له موتور نيرف. ايه الموتور نيرف اللي رايح له؟ اللي هو الجاما موتور نيرف ده، ده موتور نيرف رايح له هو عشان يعمل ايه، انرفيشن للكونتراكتايل بارس دي وتخليها ايه، كونتراكت. طب الافرنت اللي رايح لها، الافرنت اللي هو الافرنت نيرف اللي هو طالع منها بقى، او اللي هيبقى رايح لها، سوري، اللي هو هيبقى طالع منها، الافرنت اللي هيبقى طالع منها، تمام؟ اللي هما مين بقى؟ انا كان عندي مين اللي هو البرايمري، وكان عندي السكندري. البرايمري ده اللي هو كان بيغذي النيوكلير، البرايمري ده اللي هو كان سبايرال، اللي هو كان بيغذي النيوكلير باج والنيوكلير تشين، تمام؟ والسكندري ده اللي هو كان بيغذي مين؟ كان بيغذي النيوكلير تشين بس. فده هو الافرنت اللي طالع منها، و قصدي الافرنت اللي طالع منها، والافرنت اللي رايح لها بقى اللي هو الايه، الجاما موتور نير، تمام؟ يبقى دي يعني نطلع فوق تاني. ايه هي الانرفيشنز بتاعه الريسبتور؟ اول حاجه الافرنت، الافرنت اللي هو رايح لها، تمام؟ الافرنت رايح لها اللي هو الجاما افرنت، دي ار 10 افرنت موتور فايبرز كولد جاما افرنت موتور فايبرز من جروب A، تمام؟ احنا قلنا ان جروب A ده الفا وبيتا وجاما،
ودلتا، الفا بيتا وجاما ودلتا، تمام. they are the axons of the gamma motor neurons، هي دي الاكسونز بتاعت الجاما موتور نيورونز. in the anterior انما يعني الاكسون يعني اللي رايح لها الاكسونز بتاعت الجاما، انما يعني السيل بودي بتاعت النيورونز دي موجوده فين؟ في الانتيرير هورن سيلز، لان هي طبعا موتور ايه، موتور نيورونز طالعه من الانتيرير هورن سيلز، رايحه فين؟ على الكونتراكتايل بارت بتاع الانترافيوزال ماسل فايبر، اوكي، او رايحه يعني على الريسبتور بتاع الاستريتش ريفلكس، تمام. طيب طيب بعد كده بقى الافرنت، الافرنت او السنسوري فايبر اللي هما بقى ايه طالعين منها، اللي هو برايمري اندنج، برايمري اندنج وسكندري ايه اندنج، تمام. البرايمري اندنج ده بسميه انيلو سبايرال سبايرال اندنج، يعني ايه؟ يعني هو بيبقى لافف على الاثنين، بيبقى لافف على الاثنين، على النيوكليير باج والنيوكليير تشين، تمام. يبقى هو سبايرال اراوند السنترال بارتس اوف بوث النيوكليير باج والنيوكليير تشين، وده طبعا بيبقى سريع جدا، برايمري استجابة أولية، تمام. they are وعشان هو سريع فمعمول من الايه، من جروب ايه، الفا نيرف فايبرز، تمام. قالي this charge mainly when the stretch is going on and also when the stretch is maintained، يعني ايه؟ يعني هو بيبعت الاشاره لما الاسترتش ده بيكون دايناميك ستريتش ريفلكس، يعني ايه؟ يعني حصل بمؤثر خارجي قوي فانا حصل كونتراكشن قوي، او في المينتيند اللي هو الايه، المينتيند ستريتش ريفلكس، بيشتغل في الاثنين، تمام. thus it's responsible for both الدايناميك والاستاتيك، اوكي. طيب this is because it's rapidly conducting and ايه originates من البوث النيوكليير باج والنيوكليير ايه اتش، يعني هو طالع من الاثنين ورايح بقى ايه، هيبقى قفل. طب السكندري اندنج، السكندري اندنج ده موجود في النيوكليير تشين بس، لان هو بيبقى ايه، بيبقى بطيء، بس مش بطيء قوي، يعني ده جروب ايه بيتا، يعني هو في نفس الجروب برضه، تمام. this charge as long as the stretch is maintained، يعني هو بيبعت impulses للبرين ان ده الاسترتش لسه موجود، الاسترتش لسه موجود، انا العضلات بتاعتي لسه ايه ماسكه نفسها، because it's connected only to nuclear chain fibers thus it's responsible for the static stretch reflex only، تمام. يبقى انا كده عندي النيوكليير تشين دي فيها التو نيرف اندنجز اللي هو البرايمري والسكندري، البطيء والسريع، انما النيوكليير باج دي سريعه بس ففيها البرايمري نيرف اندنج بس، تمام. طيب قال لي ان انا عندي تايبس او الكومبوننتس اوف الاسترتش ريفلكس، في تايبس من الاسترتش ريفلكس، قلنا ان في دايناميك استرتش ريفلكس وفي ستاتيك استرتش ريفلكس. ستاتيك استرتش ريفلكس ده اللي هو بيبقى محافظ على وضعيه جسمي ده معايا طول الوقت، ان انا على طول العضلات بتاعتي during rest بتبقى فيها يعني بتبقى contracted سيكا، تمام، عشان تحافظ على وضعيه جسمي وعلى ثبات جسمي، ما يبقاش جسمي رخو، تمام. انما الدايناميك استرتش ريفلكس دي اللي بتحصل فجاه نتيجه ان حصل ستيمولس من بره قوي فعمل contraction برضو قوي، تمام. طيب فالديناميك ستريتش ريفلكس دي بتحصل امتى؟ when the stretch is going on، الاسترتش مستمر، مستمر بشكل قوي، تمام. الاستيمولس ايه هو اللي بيخلي الديناميك ستريتش ريفلكس ده يحصل؟ الاسترتش which is going on at the start of the stretch or sudden not maintained stretch sudden، تمام. طيب قال لي الاستاتيك ستريتش ريفلكس ده بقى ده بيحصل as long as the stretch is maintained maintained stretch of the skeletal muscle، تمام، ان العضلات كلها بتبقى في حاله اصلا انكبوت، ده طبيعي، تمام. الدايناميك ستريتش ريفلكس دي انا حركت ايدي بمزاجي مثلا، كان اصلا الستريتش ريفلكس بتساعد في الفولنتري موفمنت، الستريتش ريفلكس دي بتساعد في الفولنتري موفمنت ازاي؟ يعني انا دلوقتي العضلات بتاعتي partially contracted، يعني فيها نسبة contraction بسيطة، فأنا لما أجي أعوز أجري مثلا، أنا شفت أسد وهعوز أجري، هل لسه بقى هسخن العضلة وبدل ما العضلة كانت رخو وهبدأ بقى يعني إيه شوية أعمل لها contraction وبعدين أجري بقى هيكون أسد كلمي، تمام؟ فلأ، لازم أنا العضلة بتاعتي تكون مستعدة. فإيه اللي بيخلي العضلة بتاعتي مستعدة؟ اللي هي الإيه؟ الاسترتش ريفلكس ده، ده اللي بيخلي العضلة بتاعتي مستعدة، الاسترتش ريفلكس هو أصلا بيخلي العضلات partially contracted، تمام؟ فلما اجي انا اعمل فولنتري موفمنت، انا عايز احرك رجلي مثلا، احركها في ساعتها، مش هستنى لما العضله تفوق بقى وتتحول من رخوه لناشفه شويه وبعدين تنشف بقى معايا وتعمل الحركه اللي انا عايزها، تمام. طيب
احنا فين؟ احنا دلوقتي بنتكلم على الفرق بين الديناميك ستريتش ريفلكس والاستاتيك ستريتش ريفلكس. تمام، الديناميك ستريتش ريفلكس الريسبتور بتاعه ايه؟ النيوكليير باك، لان طبعا ده سريع، انترافيوزال ماسل which are rapidly responding and rapidly adapting. الافرنت بتاعه برايمري اندنج، خلاص بقى عرفناها. طب السنتر الانتيرور هورنس ده افرنت، فيروح السنتر بتاعه هو هيروح يعمل ايه في السنتر بتاعه؟ هو ايه؟ الانتيرور هورنس اهو، ده السنتر بتاعه، السنتر بتاعه هو الانتيرور هورنس. تمام، لان هو لا يعني هو هيعدي على الدور ذا الجنجليا، والسنتر بتاعه هو الانتيرور هورنس اللي هو باينه من الرسمه. تمام، طب الافرنت الالفا موتور نيرون الافكتور ماسل السكيليتال ماسل، طب ايه اللي هيحصل؟ sudden not maintained contraction، sudden contraction كده اول ما يحصل بستيمولس خارجي، زي مين؟ زي التندون جيرك، التندون ريفلكس اللي هو هشوف وهوريكم فيديو ليه دلوقتي. تمام، الديناميك ستريتش ريفلكس دون هو الاساس بتاع التندون جيرك ده، ان حصل استيمولس خارجي، انا جبت الهامر تمام وقمت خبط على التندون من بره من على الركبه. تمام، فاهم ايه حصل بقى؟ ايه استرتش على طول، فحصل كونتراكشن كده سريع. تمام، طيب فبعدين بقى هنتكلم تاني حاجه عن ايه الاستاتيك ستريتش ريفلكس. وقلنا ده ان هو بيبقى مينتيند في السكيلتال ماسل، الريسبتور بتاعه بيبقى النيوكليير تشين، بيبقى يعني هو بيبقى برايمري وسكندري، بس مينلي بيبقى سكندري. تمام، السنتر بتاعه برضو الانتيرو هورن سيل، الافكتور بتاعه الالفا موتور نيرف، والافكتور اورجان هو السكيلتال ماسل، بيبقى مينتيند كونتراكشن. طيب وده الاساس بتاع المسل تون. المسل تون ده زي ما قلنا ان المسل تون ده هي ان العضله بتبقى بارشلي كونتراكتد. تمام، يبقى فيها نسبه من الكونتراكشن كده عشان تحافظ على ايه؟ على وضعيه جسمي او على جسمي، وما يبقاش ما بقاش كائن ايه، ما بقاش من الرخويات يعني. تمام، طيب تعالوا نشوف مثال. مع بصوا احنا هندرس التندون جيرك ريفلكس ده تحت بالتفصيل. تمام، بس ممكن نشوف الفيديو بتاعه دلوقتي. بصوا هنا هو هياخد الهامر اهو، ده الهامر، وهيضرب بيه على الركبه، هنا هيضرب على التندون بتاع المصل. بصوا هي رجلها اتحركت لوحدها، يعني هي بتحركها لا اراديا، هي بتتحرك لا اراديا اهو، ده الريفلكس، انا اثرت بمؤثر خارجي فده عمل كونتراكشن فجاه للعضله. تمام، طيب وهندرسه برضو ايه تحت بالتفصيل يعني. الفانكشنز اوف الجاما افرنس، احنا قلنا ان الجاما افرنس دي بقى خلاص دي بقى اللي بتخلي الاستريتش ريفلكس مور سنسيتيف، واللي بتخلي يعني الانقباضه انقباضه محترمه كده. تمام، طيب قالي اتس ذا باث واي ثرو ذا هاير سنترز كان افكت او ادجست، بتقوي الاستريتش ريفلكس ازاي؟ بان هي بتغير من السنسيتيفيتي بتاعتها، بتزود السنسيتيفيتي بتاعتها. تمام، وده كل اللي شرحناه. ادي descending stimulatory impulses، نازله هتنزل اهي، انا دلوقتي قررت ان انا احرك رجلي. تمام، فانا قررت، فهتطلع من فين؟ من هتطلع موتور descending motor fibers جايه من السيريبرال كورتكس، نازله هتنزل لغايه ما توصل لفين؟ هتوصل للانتيرير هورن سيلز، لان دي المسؤوله عن الموتور اللي هي الافرنت موتورز ان هي تطلع. تمام، فهتوصل تأثر على مين؟ تأثر على الألفا موتور نيرف، اللي هتروح تأثر على الألياف العضلية بتاعتي وتخليها تنقبض. تمام، وفي نفس الوقت هي هتدي كولاترال للجاما، فالجاما دي هتروح تأثر ايه؟ هتعملي كونتراكشن في البريفرال بارتس بتاعت الايه؟ الريسبتور. تمام، فيحصل ايه؟ ستريتش للنيوكليوي، فالنيوكليوي هتعملي ايه؟ هتعملي ريفلكس اكشن وتقويلي الإشارة دي، هتقويهالي. تمام، فهو ده اللي بيقوله يعني. قال لي انا عندي الفولنتري كونتراكشن كيورز باي ديسندنج امبلسز دايركت تو الفا موتور ايه نيرون. تمام، قال لي الكو اكتيفيشن، الكو اكتيفيشن ده يعني فيه مساعده كده وذ الالفا موتور نيرون، يعني هي بتساعد الالفا موتور ايه نيرون، او بسميها ايه الفا جاما كو اكتيفيشن، لان هما الاثنين رايحين ايه يعني الالفا موتور دي هتروح تحرك المسل فايبرز، هيحصل فيها كونتراكشن، وكمان الجاما هتروح تعمل لي ايه؟ تزود لي الاستريتش ريفلكس اللي هو برضو هيروح يحرك لي الايه المسل فايبر. تمام كده، فهما الاثنين بيساعدوا بعض، هما الاثنين بيساعدوا بعض عشان يحركوا لي المسل فايبر.
الالفا موتور نيورونات تروح تحرك الماسل فايبر دايركتلي، والجاما موتور نيورون هتروح تزود السنسيتيفيتي بتاعت الاستريتش ريفلكس، فهتحرك لي الالفا موتور نيورون برضه اللي هي هتزود الكونتراكشن بتاع الايه الماسل فايبرز. تمام. طيب فهنا بيقول لي about 30% of the motor fibers للمصل هي جوه، يعني 30%. يعني انا دلوقتي لو انا قررت احرك ايدي، لو انا قررت احرك ايدي، ف30% بسبب الاسترتش ريفلكس وبسبب الجاما، بسبب الجاما موتور نيرف فايبرز دي، و70% فولنتري، يعني 70% بمزاجي بقى، يبقى 30% بسبب الاسترتش ريفلكس اللي هو مين اللي حرك الاسترتش ريفلكس اللي هو الجاما، و70% فولنتري بمزاجي. تمام. طيب طيب نكمل. انا عندي this activation of الجاما motor neuron lead to a reflex muscle contraction which is added to the voluntary contraction وتنشيت الفولنتري movement. ده كله اللي احنا عمالين نهري فيه من الصبح. تمام. قال لي ايه كمان، لما الجاما موتور نيرون بيحصل لها اكتيفيشن، ده بيعمل بيكيب الماسل سبندل سنسيتيف even during the muscle contraction to perform the damping function. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو الاسترتش ريفلكس ده مش موجود، لو الاسترتش ريفلكس ده مش موجود هيحصل مشكله. ازاي؟ لان انا دلوقتي عندي الاشارات، يعني انا مثلا دلوقتي هناخد مثال، انا قررت احرك ايدي، فالاشارات اللي جايه من المخ لعضلات ايدي بتبقى فيها هزهزات كده، بيبقى فيها اوسيليشنز هزهزات. ف لو الاسترتش ريفلكس ده مش موجود، فانا لما اجي دلوقتي قررت ان انا احرك ايدي والاسترتش ريفلكس ده مش موجود عندي، ف ايدي لما هاجي احركها هتبقى بتتهز كده، بتترعش. تمام. فالاسترتش ريفلكس ده هو اللي بيحافظ على الثبات او الاتزان بتاع العضله. فلما الاشاره تيجي من المخ ان انا عايز احرك العضله دي، تمام، فهو ايه يعني ايه يخلي العضله ثابته وايه وما يستجبش للهزهزات اللي هي جايه مع الاشاره دي. تمام. هي طبعا الكلام ده مشروح تحت، يعني تاني هو اصلا المحاضره عماله تعيد وتزيد يعني. تمام. فهي to perform the damping function. طبعا الجاما موتور نيرون هي بتساعد ان الستريتش ريفلكس يقوى. تمام. فده طبعا ايه بيساعد من ان المصل تبقى اكتر اتزانا، يعني وما يعني ايه ما تتاثرش بالهزازات اللي جايه من الاشارات اللي جايه من المخ دي. تمام كده. طيب قال لي السوبرا سباينال سنترز افكتنج الستريتش ريفلكس. الستريتش ريفلكس في حاجات بقى بتاثر عليها من فوق، تمام، في حاجات بتمنع الاسترتش ريفلكس دي، وفي حاجات بتزود الاسترتش ريفلكس ده من فوق بقى، من البرين، من الميد برين، من الهايند برين. المهم ان هو من فوق الايه، ما ملوش علاقه بالسباينال كورد، يعني سوبرا سباين. قال لي افكت الاسترتش ريفلكس ثرو ذا جاما افرنت سيستم. تمام. هو ده اللي احنا عارفينه، علشان اصلا الحاجات او الاشارات اللي جايه من فوق، تمام، بتدي كولاترال للجاما، فالجاما بيروح ايه يحفز الاسترتش ريفلكس اكتر، فايه يزود انقباضة العضل اكتر. تمام. فهو بيأثر ازاي، يبقى ازاي المراكز العليا اللي هي البرين، ازاي البرين بيأثر على الاسترتش ريفلكس عن طريق الجاما افرنت سيستم. تمام. فهو بيوصل له بقى، يا اما بيزود الاسترتش ريفلكس ده بيقويه، يا اما بيقلله. تمام. عن طريق ايه؟ بيستخدمه الجاما افرنت سيستم. تمام. الفاسيليتاتوري سنتر يعني ايه؟ الحاجات اللي بتزود الاستريتش ريفلكس. هي دي طبعا حاجات ايه هناخدها في المحاضرات الجايه وتتحفظ بالتكرار. يعني البرايمري موتور اريا اللي هي موتور اريا نمبر 4، احنا قلنا ان في عالم جه قسم لي البرين لارياز ل 51 اريا تقريبا. تمام. فكل اريا بقى ليها رقم، فالبرايمري موتور اريا دي بتزود لي الاستريتش ريفلكس. سوري. تمام. فتاني اريا بتعمل فاسيليتيشن اللي هي الكوديت نيوكليوس اوف البيزال جانجليا والنيو سيربيلوم والفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن والفيستيبولار نيوكليوس. تمام. والانهيبيتوري سنترز اللي هي الايه البري موتور اريا ساكس واللانتي فورم نيوكليوس في البيزال جانجليا والفاليو سيربيلوم والانهيبيتوري ريتيكولار فورميشن والريد نيوكليوس. تمام. دي قلنا حاجات ايه هنحفظها مع الوقت.
طب ال main properties of the stretch reflex. ال stretch reflex ده بقى ايه هي مواصفاته؟ قالي طبعا هي ال only monosynaptic reflex، تمام، the most rapid reflex في البادي، تمام، اسرع واحد موجود، تمام. قال لي it's monosynaptic، فعشان كده السنترال ديلي بتاعه هو 0.5 متر 0.5 ملي سكند. يعني ايه السنترال ديلي؟ يعني دلوقتي مش في سينابس، السينابس ده بيحصل فيه ان النيرو ترانسميتر بيطلع وبعدين يطلع بقى في السينابتك كليفت وبعدين لسه يلزق على الريسبتور بتاع البوست سينابتك، يعني الديلي بتاع السينابس ده اسمه سنترال ديلي، فعشان هو في سينابس واحد فمش هيتأخر كتير، يعني الإشارة مش هتتأخر كتير عقبال ما توصل، تمام. قال لي النيورونز انفولفد في الريفلكس ارك تبقى رابيدلي، تمام، عشان كده عشان هي اصلا سيكومايلينيتد، هي اصلا كلها من النوع الالفا، يعني كلها من النوع الالفا اللي هي اسرع حاجه، بنختلف بقى يعني مثلا البرايمري اندنج من جروب A الفا، يعني سوري كلها من جروب A، تمام، بتختلف بقى نوع ال A بقى، فالبرايمري اندنج ده من نوع الالفا، السكندري اندنج ده من نوع ال A البيتا، اللي هو الجاما ده من نوع الجاما احنا عارفينه، حتى الافرنت ده من نوع الالفا، الافرنت الموتور افرنت نيرون ده من نوع الالفا، فهي كلها من جروب، يعني هي كلها سريعة، بتختلف يعني ايه حاجات بسيطة، تمام. طيب انا دلوقتي عندي الكلينيكال امبورتنس والفانكشن بتاعت الاسترتش ريفلكس. اول حاجه الماسل تون، الاسترتش ريفلكس دي احنا قلنا ان عندي نوعين من الاسترتش ريفلكس، دايناميك استرتش ريفلكس وستاتيك استرتش ريفلكس. الدايناميك ده اللي هو مسؤول عن الايه، لو حصل ستيمولس خارجي قوي فهيحصل كونتراكشن قوي، انما الاستاتيك ستريتش ريفلكس ده اللي هو ايه، انا الجسم بتاعي العضلات بتاعته مش رخوه، لا ده فيها يعني بتبقى بارشلي كونتراكتد، فده هو الماسل تون اصلا، يعني ده اللي بيعمل لي الماسل تون، هو ده اللي بيخلي جسمي ماسك نفسه. فايه هو الماسل تون؟ هو مايلد، يعني مايلد مينتيند ريفلكس كونتراكت، يعني مايلد كونتراكت، كونتراكشن خفيف كده بتاع السكيلتال ماسل ديورنج الريست وانا قاعده مش بعمل اي حاجه. الديستريبيوشن قال لي ده بريزنت ان اول ماسلز اوف ذا بودي، يعني موجود في كل العضلات، بس بيظهر اكتر الماسل تون داون في الانتي جرافيتي ماسل. يعني ايه؟ يعني الماسلز اللي هي بتشتغل عكس الجاذبيه، زي ايه؟ زي الاكستنسورز بتاعت اللور ليمب والترانك والنك. يعني مثلا الاكستنسورز بتاعت اللور ليمب دي اللي هي بتخليني اقف على رجلي كده، انما الفليكسورز اللي هي بتبقى قدام، لا الاكستنسورز دي اللي بتبقى ايه، بتبقى قدام، انما الفليكسورز دي اللي بتبقى ورا، فالفليكسورز دي اللي بتخليني ايه اقعد كده مقرفص، فلا الفليكسورز دي اللي هي مخليني قاعده مقرفص، وتانية ركبي دي فمخلياني اقرب للجاذبيه، تمام، فدي بتشتغل مع الجاذبيه عادي لان هي بتخليني اقعد فبنزل على الارض، انما الاكستنسورز دي اللي بتخليني اقف اللي هي بتبقى قدام في الرجل، دي اللي بتخليني ايه اقف، فدي بتخليني ابعد عن الجاذبيه، زي الاليفيتورز بتاعت الجو اللي هو ايه الحاجات اللي بترفع لي ايه الفك بتاعي، برضو دي بتشتغل عكس الجاذبيه. الفليكسورز اوف الابر ليمب، الفليكسورز بتاعت الابر ليمب اللي بتخليني ايه اتني كوعي اللي هي بتبقى موجوده من قدام، يعني بتخليني اتني ايدي كده، فاللي بتخليني اتني ايدي دي فدي الايه بتشتغل عكس الجاذبيه، انما الاكستنسورز اللي بتخليني افرد ايدي فبتنزلها فدي اللي بتشتغل مع الجاذبيه. طيب الميكانيزم بقى بتاع الماسل تون ده هو نفس الستاتيك ستريتش ريفلكس، لان الستاتيك ستريتش ريفلكس ده اصلا هو اللي بيعمل لي المسل تون، يبقى this is because the length of the muscle is shorter than the distance between its origin and insertion thus the muscles are in a state of a mild. ايه اللي حصل بقى؟ بيقول لك ان اصلا الستاتيك ستريتش ريفلكس يعني الستريتش ده جه ازاي؟ لان المسل موجوده بين origin و insertion، بين origin و insertion، فالمصل مشدودة إلى حد ما، مشدودة سيكا، فالاسترتش اللي حصل في المصل فايبرز دون هو ده اللي إيه اللي خلاها تدي فيدباك أو تدي انعكاس إنها تبقى مايلد كونتراكشن، تمام؟ فهو ده يعني ده طول العضلة في الجسم الإنسان بين العظمتين، فده بسميه ريستنج لينث، وده طول العضلة بس بره جسم الإنسان، أنا شلتها خالص فبقت أقصر، فده بسميه إيكوليبريم لينث، أوكي؟ الابنورماليتيز، الحاجات بقى اللي هي مش طبيعيه بقى، ممكن يحصل انكريز في المسل تون دي فبسميها هايبرتوني، ممكن يحصل ديكريز في المسل تون دي بسميها هايبوتوني. طب امتى يحصل ديكريز في المسل تون؟ لو حصل ديكريز في المسل تون يعني مش هيبقى مايلد كونتراكشن، ده هيبقى سيفير كونتراكشن، تمام، يعني هيبقى جسمي العضله مخشبه. طب ده ليه؟ بسبب ممكن
بسبب ايه؟ بسبب الابر موتور نيرون ليجن او الباركنسون الباركنسونز او الباركنسونيان، دي اللي هي الشلل الرعاش. يعني الشلل الرعاش ده بيبقى طبعا مرض في المخ، تمام. فده بيعمل ايه؟ بيعمل ليد بايب ريجيديتي، يعني بيخليه عامل زي الماسوره الناشفه، بيخلي مثلا زي مثلا رجلي عامله زي الماسوره الناشفه، رجلي مخشبه، العضلات يعني كونتراكتد قوي، تمام. طيب والابر موتور نيرون ليجن ده برضو بيخليها ناشفه. طب تعال نشوف يعني ايه ابر موتور نيرون ليجن. بصوا معايا، احنا فاكرين فوق في الموتور تراكت كان في ابر موتور نيرون ولور موتور نيرون. راح فين؟ راح فين؟ اهو اهو، ده الابر موتور نيرون وده اللور موتور نيرون. واحنا قلنا ان الابر موتور نيرون ده، تمام، كان بيبقى فيه نوعين، اللي هو البيراميدال تراكت والاكسترا بيراميدال تراكت، تمام كده. طيب البيراميدال تراكت ده بيبقى اكسايتاتوري بس. يعني ايه بيبقى؟ يعني بيبقى اكسايتاتوري للاسترتش ريفلكس بس، انما الاكسترا بيراميدال بيبقى فيه انهيباتوري وبيبقى فيه اكسايتاتوري، تمام. فانا لما ادمر الابر موتور ريفلكس، لما ادمر الابر موتور نيرون ده او لما اكسر جزء منه، تمام، فانا هكسر ايه؟ فانا هكسر البيراميدال وجزء من الاكسترا بيراميدال، هكسر جزء من البيراميدال وجزء من الاكسترا بيراميدال، تمام. يعني اصلا انا عندي البيراميدال اكسايتاتوري والاكسترا بيراميدال اكسايتاتوري انهيباتوري، انا هكسر البيراميدال كله، فاللي هو الاكسايتاتوري كله، وهكسر جزء من الاكسترا بيراميدال اللي هو الانهيباتوري، وهيتبقى لي الاكسايتاتوري بس. يعني دايما ده غالبا اللي بيحصل، يعني في الابر موتور نيرون ليجن يعني لو حصل مشكله كل فاللي بيتبقى مين؟ بيتبقى اكسايتاتوري موتور ريفلكس. فالاكسايتاتوري ده يعني متخيل اكسايتاتوري بس، يعني مفيش حاجه تنهبت الموضوع ده، فالاكسايتيشن ده هيخلي الريفلكس اقوى، تمام. فعشان كده في الابر موتور نيرون ليجن بيحصل ايه؟ ان الاسترتش ريفلكس او الماسل تون بيبقى اقوى من الطبيعي، تمام. وبرده في الباركنسونيزم، هو المشكله فوق في المخ، تمام. يعني مش هناخدها بالتفصيل، يعني مش علينا بالتفصيل يعني، تمام. طب لو حصل لور موتور نيرون ليجن، لو ده اتقطع كده، لو ده اتقطع، يبقى اصلا مفيش اشاره رايحه للعضله، يعني مش هيبقى فيه ريفلكس اصلا، يعني العضله هتبقى مرتخيه، يعني مش هيبقى فيه اصلا اشاره رايحه لها، فهيبقى فيه ايه؟ المصل التون هنا هتضعف، المصل التون هنا ايه؟ هتضعف. نكمل. فهنا الهايبرتونيا في الابر موتور نيرون ليجن، والهايبوتونيا في اللور موتور نيرون ليجن او في النيو سيريبيلر سيندروم. النيو سيريبيلر سيندروم دي احنا قلنا ان في حاجات ستيمولاتوري وفي حاجات انهبيتوري. النيو سيريبيلم دي كانت ايه؟ ستيمولاتوري، يعني بتزود لي الاسترتش ريفلكس. لما انا ابوظها يعني ايه؟ يعني هتضعف لي الاسترتش ريفلكس، تمام كده. طيب الابر موتور نيرون ليجن هتتشرح اكتر تحت، تمام. فهنعرف يعني ايه كلاس بنايف سباستيسيتي. سباستيسيتي سباستيسيتي الفانكشنز اوف الماسل تون، مينتين البادي بوستشر اجينست الجرافيتي، بتحافظ على الجسم بتاعنا، هيلبس فينوس ريتيرن باي سكويزنج الفينز باسنج ثرو السكيليتال ماسل. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي الفينز دي، مش هي بتطلع مثلا الدم من تحت لفوق للقلب؟ فاصلا الفينز دي ضعيفه، يعني اصلا السموث ماسلز اللي فيها ضعيفه، مش هتقدر ان هي ايه تطلع الدم ده كله لوحدها، تمام. فيعني الماسل تون ده عشان اصلا العضلات بارشلي كونتراكتد، فهتفعص الفينز ده عشان الايه الدم يطلع لفوق، تمام. وكمان بتهلب في ريجوليشن بتاع البادي تمبريتشر، يعني ايه؟ يعني مثلا في السقع، انا لو السقع بلاقيني ايه برتعش كده، فالرعشه دي اصلا الحركه بتاعه الماسلز دي بتخليني احافظ على التمبريتشر جوه جسمي، تمام، بتخليني اولد طاقه جوه جسمي. او ان مثلا يحصل ايه، ان مثلا يعني الرعشة دي، تمام،
او ان انا بنكمش دي، انا بنكمش او بكش على نفسي كده عشان احفظ الكور بودي تمبريتشر اللي هي درجة الحرارة اللي جوايا. تمام. كيف فيسرا ان بوزيشن باي تون ان ذا انتيرير ابدومينال وول مسل. يعني انا دلوقتي عندي الفيسرا اللي هي احشائي اللي هي الامعاء والمعدة والحاجات اللي في بطني دي. تمام. فعشان اصلا العضلات بتاعت بطني partially contracted، فهو ده اللي ايه اللي حامي الامعاء دي ان هي ايه تطلع بره. تمام. طيب الباك جراوند فور الفولنتري موفمنت ذس ذا ماسلز كان بيرفورم ذا فولنتري موفمنت اكوريتلي. بتبقى العضله مستعده لاي حركه اراديه زي ما قلنا قبل كده او زي ما وضحنا فوق. يعني هنعيد ونزيد. يعني قال الماسل تون از مينتين، يعني مستمرة على طول طول حياتي وزاوت فاتيج، مش بتتعب مش بتخلص، هي اصلا سلولي ادابتنج. تمام. لان هي ايه بقى؟ لان هي due to ايه alternate activity of a different motor neurons. يعني ايه؟ واحنا بنشرح كده الباسوي. تمام. كان ايه اللي بيروح للمسل فايبرز عشان تخليها partially contracted كده؟ حاجتين، اللي هو الالفا موتور نيرون والجاما موتور نيرون. ففي موتور، في اتنين موتور رايحين لها، اتنين موتور رايحين لها، فبيبدلوا على بعض يعني بيساعدوا بعض. طيب التندون جيرك، التندون جيرك ده اللي هو كان ايه؟ كان الدايناميك ستريتش ريفلكس. لو في ستيمولس قوي من بره هي ايه هيعمل كونتراكشن قوي، وده طبعا برضو ده كله ريفلكس، يعني حاجات انفولنتري. تمام. فالتندون جيرك ده sudden brief contraction، sudden و brief contraction، يعني contraction كده بيحصل في ساعتها وخلاص of skeletal muscle in response to sudden tapping of its tendon. انا بخبط على التندون بتاعه. تمام. فهو بيحصل contraction بقى ايه لل skeletal muscle. طيب قال لي الميكانيزم هي dynamic stretch reflex sudden tapping of the tendon. فده بيعمل sudden stretch للمسل، فال stretch بتاع المسل هيعمل ايه؟ هيعمل هي discharge in primary endings، لأن primary دي اللي هي الاستجابات الأولية السريعة اللي هي بتاعة ال nuclear bag. sudden brief contraction المصر. أكتر خمسة مشهورين في ال jerks دي اللي هي ال ankle jerk اللي هي من تحت، وال knee jerk بتاعة الركبة، وال biceps jerk وال triceps jerk وال supinator jerk. تمام. بصوا معايا هنا كده، بصوا كبر كده. بصوا يعني الجودة فظيعة بصراحة. بس ادي البايسبس اللي هي هنا دي، وادي الترايسبس من بره، انا بخبط على التندون خد بالك، وادي الباتيلر، وادي البلانتر اللي هناخدها شوية كده وهكذا. وفي واحدة تانية هناخدها برضو اللي هي السوباينيتور. السوباينيتور دي اللي هي بتبقى هنا عند الصباع الكبير دي كده في الجنب جنب العظمة بتاعت الريديال، العظمة بتاعت الريديال هنا، السوبينيتور هو ده التندر بتاعنا بخبط هنا. تمام. فدي دول اكتر خمسة مشهورين يعني. اوكي. ف يعني طب ليه انا بعمل التندون جيرك ده؟ قال لي دايجنوستيك بقى، يعني التندون جيرك ده دايجنوستيك. لو في اكزاجيريتد او هايبر ريفلكسيا، البني ادم ده عنده هايبر ريفلكسيا، مثلا انا المفروض اخبط كده، يعني بصوا معايا في الفيديو، انا المفروض اخبط، يعني ايه بتطلع ايه كونتراكشن قويه، بس مش قويه قوي مثلا ان هي تخبطني في وشي، فدي اسمها هايبر ريفلكس، يعني رجله تطلع تخبطني كده. يعني بصوا هنا، يعني بصوا بسيطه بسيطه، مش لدرجه ان ايه الرجل هتطلع تخبطني يعني. تمام. برضو هنا بسيطه، بصوا هنا يعني ايه اقوى شويه بس بسيطه برضو. تمام. بصوا بقى في واحد تاني هيجي هنا، يعني ايه ده شكله ايه عصبي شوية. بصوا قوية شوية، يعني هي هنا قوية شوية، يعني حتى الراجل اتفاجئ. تمام. فدي اسمها هايبر ريفلكسيا، ان انا في اوفر. فدي في الابر موتور نيرف ليجن بيحصل هايبر ريفلكسيا. قلنا ليه فوق. تمام. الهايبر ثايرويدزم بتاع شعللها ولعها النيرفسنس، يعني ايه شخص عصبي، بتبقى decreased او absent فين، او الهايبرفليكسيا يعني ان هو مش مستجيب اصلا، الريفلكس بتاعه ضعيف او مفيش ريفلكس اصلا في اللور موتور نيرون ليجن. يعني اصلا اللور موتور نيرون ليجن ده اللي هو رايح للمصل نفسها، فالمصل نفسها مش جاي لها اشاره اصلا. الهايبوثايرويدزم او ايه، او انا نايم بقى، انا نايم. تمام. طيب الرول في الفولنتري موفمنت،
دلوقتي انا عندي خدت التندون جيرك تمام، وخدت ايه، وخدت المسل تون. ده كله احنا بنتكلم على الفانكشن والامبورتنس بتاعت الاستريتش ريفلكس. فاتكلمنا عن دورها في المسل تون وهي اللي بتعمل المسل تون بتاعتي تمام، واتكلمنا عن دورها في التندون جيرك تمام، ان انا بخبط على التندون وازاي الاسترتش ريفلكس اللي هو الدايناميك استرتش ريفلكس. وهنتكلم بقى عن دورها في الفولنتري موفمنت، واحنا قلنا ان 30% في الفولنتري موفمنت بيبقى بسبب الاسترتش ريفلكس اللي هو عن طريق الجاما افرنت نيرون، وبيبقى 70% ايه بارادتي جاي من الايه من السيربرال كورتكس من فوق تمام. طيب ف بتبرفورم تو فانكشنز اللي هي بوتنشيشن وبريفنس الايه الاوسيليشن بتاعت الموفمنت تمام. طبعا انا مش هشرح ده تاني. بتبريفنت الاوسيليشنز بتاعت الموفمنت، احنا قلنا ان الاشارات اللي بتبقى جايه من المخ بيبقى فيها ايه ذبذبات كده او هزهزات، فالستريتش ريفلكس دي بتمنعها تمام. لو الستريتش ريفلكس دي مش موجوده، الاوسيليشن اوف الكونتراكشن في الدي افرنتد مسل، يعني ايه الدي افرنتد؟ يعني ما فيهاش افرنت، يعني ما فيهاش افرنت للايه من الاسترتش ريفلكس، يعني الاسترتش ريفلكس مش موجود يعني. فيحصل ايه، هاجي احرك ايدي الاقيها بترتعش كده تمام. فدي هي الذبذبات اهي، دي مصر كونتراكشن في دي افرنتد مصر يعني اللي ما فيهاش ستريتش ريفلكس، ودي مصر كونتراكشن في النورمال مصر اللي فيها ستريتش ريفلكس تمام كده. كده احنا خلصنا الستريتش ريفلكس بكل حاجه، بكل حاجه باهميته كل حاجه، وده كان اكبر حاجه في المحاضره. خلاص احنا كده يعني قربنا نخلص ان شاء الله. تاني ريفلكس معانا بقى هو الجولجي تندون ريفلكس. الجولجي تندون ريفلكس ده احنا فاكرين ان الجولجي ريسبتور ده كان موجود في التندون بتاع المصل تمام. فالجولجي تندون ريفلكس ده عكس الاسترتش ريفلكس اللي احنا خدناه فوق. احنا قعدنا نشرح فوق في الاسترتش ريفلكس تمام. احنا قلنا ايه اللي بيحصل في الاسترتش ريفلكس، ان بسبب وجود العضله بين عظمتين فده مطول فيها شويه فعمل استرتش في العضله، فنتيجه للاسترتش اللي في العضله دون حصل كونتراكشن في المصل. لما بيحصل كونتراكشن في المصل ده معناه ان التندون بيبقى ايه، بيبقى مشدود قوي، بيبقى ستريتشد قوي، لان العضله ايه حصل فيها كونتراكشن قوي والتندون عمال ايه يتشد، عمال يحصل فيه ستريتش. بس لو حصل كونتراكشن يعني دلوقتي التندون عمال يستريتش، التندون عمال يستريتش، ممكن التندون ده يتقطع. فهنا بقى الانفرس ستريتش ريفلكس بيجي هنا عشان يتدخل ويحمي التندون تمام، يحمي التندون ان هو يتقطع تمام. يعني انا دلوقتي عندي، انا لما باجي اعمل كونتراكشن العضله، بصوا كونتراكشن العضله هيخلي فيه ستريتش في التندون، فممكن كل ما العضله تكونتراكت كل ما يحصل ستريتش في التندون، ده ممكن اصلا الاسترتش ده يعمل تير في التندون تمام. فانا عشان احمي التندون ده خليت حاجه اسمها ايه الانفرس ستريتش ريفلكس، عكس الاسترتش ريفلكس بقى. خلاص هنوقف الاسترتش ريفلكس لان الاسترتش ريفلكس هو اللي بيخلي العضله تكونتراكت قوي كده، فخلاص احنا هنوقف الاسترتش ريفلكس بحاجه اسمها ايه انفرس ستريتش ريفلكس. فده سيفير كونتراكشن للمسل. السيفير كونتراكشن في المسل ده يعني ايه؟ يعني اكسسيف ستريتش للتندون، ده يؤدي الى ايه، لانهيبيشن اوف المسل كونتراكشن، هيحصل ريلاكسيشن بقى عشان احافظ على التندون بتاعي تمام. الفيدباك ميكانيزم تو مينتين التنشن اوف المسل كونستانت اند بريفنتس الرابتشر اوف التندون، انا بحمي التندون ان هو ايه يتقطع. طيب الباس واي الاستيمولس هنا لو حصل كونتراكشن عنيف في المسل فهيحصل ايه استرتش عريض في التندون، فانا مش عايزه التندون ده يتقطع، فانا ايه هعمل ريلاكسيشن في المسل تمام عشان التندون ده يرتاح وما يتقطعش. الريسبتور بتاعه هو الجولجي تندون اورجن، الجولجي ريسبتور الموجود في الايه في التندون بتاع الايه المسل تمام. ماشي. الافرنت بتاعي، الافرنت بتاعي هو الايه، هو الثيك مايلينيتد الجروب A الفا نيرونز، جروب A الفا يعني سريع، سريع جدا زي ما الاسترتش ريفلكس سريع، برضو الانفرس ستريتش ريفلكس سريع. طب السنتر بتاعي هو طبعا دي بولي سينابتك، بولي سينابتك يعني ايه، يعني فيها اكتر من سينابس، فبتريليز الجلايسين، الجلايسين ده انهبيتوري كيميكال سبستنس، هو ده اللي هيعمل هايبر بولاريزيشن للايه للانتيرير هورن سيلز اللي هي الموتور، للموتور نيرفز اللي هي بقى رايحه للايه الماسل فايبرز تمام. الايفرنت بتاعه تبقى جروب اي الفا برضو، الريسبونس بتاعه يبقى ماسل ريلاكسيشن، يبقى ادي اهو الجولجي تندون الريسبتور بتاع الجولجي تندون الموجود ده في التندون تمام، وبعد كده هيبعت افرنت لمين،
طبعا ده افرنت، فهيروح للدور زي الهورنسز، في هنا انترنير وانترنير كمان، وهيروح بقى للايه للانتير هورنسز، هتطلع لي موتور فايبرز، هتروح للايه للماسل فايبرز عشان تعمل فيها ايه ريلاكسيشن. تمام. يبقى مين هنا النيرو ترانسميتر اللي بيطلع علشان يوقف الريفلكس ده؟ تمام، هو الجلايسين. تمام. طيب الافكت اوف الهايبر سنسيتيفيتي اوف الماسل سبندل على الماسل تون، تعالوا نشوف كده. مش احنا خدنا فوق ان في حاجة اسمها هايبر تونيا وهايبوتونيا، يعني الماسل تون زيادة قوي، فده هسميه هايبرتونيا، وده كان بيحصل فين؟ في الأبر موتور نيرون ليجن. تمام. وكان بيحصل كمان في الباركنسونيزم. تمام. والهايبوتونيا كانت بتحصل فين؟ في اللور موتور نيرون ليجن. تمام. احنا بقى هنا هنتكلم عن الايه، عن الهايبرتونيا فين، اللي كانت بتحصل في الأبر موتور نيرون ليجن اللي كان اسمها كلاس نايف سباستيسيتي. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ بصوا معايا هنا كده، في حاجة اسمها passive movement وفي حاجة اسمها active movement. ال active movement ده ان العيان هو اللي بيحرك ايده او بيحرك اللي بيعمله، اقول للعيان حرك ايدك او ارفع ايدك او اتني ايدك. تمام. ده active movement. انما ال passive movement ان العيان مثلا نايم قدامي وانا بقى اللي ايه بتني له ركبته، وانا اللي بتني له كوعه. تمام. ده ال passive movement. فانا دلوقتي بستخدم ال passive movement ده هنا في ال upper motor neuron ليه ازاي بقى دلوقتي؟ ايه اللي حصل هنا؟ انا هنا بختبر انهي ريفلكس. انا دلوقتي جيت اتني، لما بتني ركبة العيان دي، لما هاجي اتنيها انا هلاقي هنا ايه، بصوا هنا فوق من قدام كده في هنا الاكستنسور ماسل. الاكستنسور ايه ماسل؟ لما انا هاجي اتني الركبة، انا بتني الركبة يعني ايه بقى؟ يعني ايه بتني الركبة؟ يعني بعمل استريتش، بعمل استرتش للاكستنسور ماسلز دي. فلو انا عملت استرتش ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كونتراكشن في الماسل، هي بتقاوم ان ما يحصلش ايه، ان الركبه ما تتنيش. فانا عماله اتني اكتر، انا عماله اتني اكتر، والاكستنسور عماله ايه تكونتراكت اكتر عشان تقاوم ان ايه ما تنيش الركبه بتاعته. بس بعدين بقى ايه اللي هيحصل؟ من كتر الكونتراكشن بتاع الاكستنسورز والمقاومه بتاعتها ان الركبه ما تتنيش، التندون ايه اللي هيحصل فيه؟ هيبقى استرتشد قوي. فمين هنا اللي بيحمي التندون؟ اللي هو ال inverse stretch reflex، اللي هيحمي التندون، اللي هيعمل ايه بقى؟ اللي هيروح يعمل relaxation في المصل. فانا وانا عمالة اتني 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 هنا، طبعا ال contraction وصل لأعلى حاجة هنا في الحتة دي، ال contraction بتاع ال extensor وصل لأعلى حاجة. فمين هنا اللي كان لازم يتدخل؟ ال inverse stretch reflex. فهاجي بقى اتني في الاخر خالص، لا اخر تانية دي، هلاقي ايه العضلات ثابت معايا خلاص لان حصل relaxation. يبقى هنا المقاومة بتعلى، عماله تعلى، كل ما بتني عماله تعلى، وهتيجي في الاخر ايه، هتقوم ايه خلاص مرخيه معايا بقى، لان الانفرس ستريتش ريفلكس اشتغل معايا. هنا بقى بيشبهوها زي المطوه، المطوه يعني اللي شال مطوه قبل كده انا ما شلتش مطوه قبل كده. بيجي ايه لما بيجي يقفل المطوه، بتيجي بتتقفل معاه في الاول بصعوبه، بس بعدين في الاخر كده بتقوم ايه قافله بسهوله، يعني ممكن كمان يعني ايه تقوم داخله كده لوحدها. فده هو بيشبهوها يعني بالمطوة. يعني فهنا حصل ايه؟ ال gradual increase in muscle tone due to ال ايه؟ ال hyper excitability of muscle spindle. بعد كده خلاص ال hyper excitability دي المفروض تنتهي، تمام كده التندون هيحصل ايه؟ هيتقطع، فانا لازم اعمل relaxation للمسل. ف then sudden disappearance of muscle tone due to inverse stretch reflex، تمام كده. طيب اوكي، الكوز بتاعها ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي في المصل سبندل استين في الايه، في الدي سيربريت ريجيديتي انيمالز. يعني ايه؟ انا دلوقتي انا عندي ده بيحصل في الدي سيربريت ريجيديتي انيمالز وفي الابر موتور نيرون ليجن. ايه اللي بيحصل هنا في الانيمالز دي؟ قال ان انيمال ان ويتش ا ترانسفيرس سيكشن از دان ان ذا برين ستيم، خدوا كده مقطع عرضي في البرين ستيم بتوين السوبيريور انفيريور كوليكولس بتاعت الميد برين. تمام. عملوا ايه بقى؟ قطعوا cutting the connection with all the centers، يعني هي cutting the connections بتاعت all center affecting the muscle tone except the facilitatory vestibular nucleus. يعني ايه؟ يعني هما زي يعني تقريبا هي شبه ال upper motor neuron lesion،
لان انا بقطع برضو في الابر موتور نيورون ليجن، انا بقطع برضو جزء كبير منه، بس بسيب الاكسايتاتوري، بس في اكسايتاتوري كده، جزء اكسايتاتوري لسه موجود. هنا برضو هم قطعوا الجزء اللي يعني هم قطعوا كل السنترز اللي بتأثر على الاسترتش ريفلكس ما عدا الايه الفاسيليتاتوري دي، ما عدا الفاسيليتاتوري دي. فبقى اصبح هنا ما فيش حاجة تمنع الاسترتش ريفلكس، فبقت هنا ايه في حاجة يعني ايه يعني فاسيليتاتوري بس، ما فيش انهبيتوري تمنعها. فهنا زادت الايه بقى في هايبر ريفلكسيا، او بقى في ايه هايبر تونيا. تمام، الاثنين نفس الحاجة. هنا in humans بيكوز في ال upper motor nerve region all pyramidal. ال pyramidal دي قلنا ان هي excitatory بس. و and the most of inhibitory of the extra pyramidal tracts are damaging leaving most of the facilitatory بتاعت ال extra pyramidal. هو ده اللي عمل hyperreflexia او hypertonia. تمام، يعني هو في ال extra pyramidal قطع معظم ال inhibitory وساب معظم ال facilitatory، فال facilitatory هنا يكسب. تمام، ده نفس الكلام. اوكي، تاني ريفلكس بقى، او الريفلكس اللي بعده اسمه الفليكشن وذرول ريفلكس. ايه الفليكشن وذرول ريفلكس ده؟ انا دلوقتي انا قاعده مثلا على كرسي وجي واحد قام شكني بدبوس، فانا هسحب رجلي، ده الوذرول بس كده، يعني انا هسحب رجلي وابعدها عن الدبوس ده. فهي بينفول ستيمولس ابلايد لللمب ليدز تو الايه الفليكشن، انا هتني رجلي وابعدها واسحبها عن المكان الاذى ده. طيب الكروزد اكستنسور ريفلكس دي يعني ايه؟ كروزد اكستنسور ريفلكس يعني دلوقتي انا وانا ماشيه عادي قمت دايسه على مسمار في الارض، فايه اللي هيحصل؟ هقوم انا ايه ماسكه رجلي اللي انا اتعورت فيها او اللي المسمار دخل فيها دي، وهقوم واقفه على رجلي واحده اقعد اتنطط زي القرد كده بقى. فهي دي الكروزد اكستنسور ريفلكس، ان الرجل اللي اتاذت او اللي دخل فيها المسمار هي اللي حصل فيها فليكشن، يعني انا تنيتها ومسكتها، انما الرجل اللي هي التانية حصل فيها اكستنشن ونشفت اكتر عشان تستحمل وزني، ما انا بقيت واقفه دلوقتي على رجل واحده. تمام، ما الرجل التانية مصابه. فهنا بيقول ان البينفول ستيمولس ابلايد لللمب ليدز تو ايه الفليكشن او الوذدرول اوف ذا سيم لمب اللي هو ايه اسمه ايه ابيسي لاترال، ابيسي لاترال لمب اللي هو نفس اللمب، يعني انا هسحب الرجل اللي دخل فيها المسمار دي وهعمل ايه اكستنشن للرجل التانية عشان ايه تو سبورت البودي ويت، عشان تستحمل بقى وزن جسمي، بقى انا دلوقتي بقيت واقفه على ايه على رجل واحده. طيب البلانتر ريفلكسز والابدومينال ريفلكس، البلانتر ريفلكسز دي انا زي الزغزغه، البلانتر ريفلكسز دي والابدومينال ريفلكسز زي ان انا بزغزغ واحد كده. تمام، البلانتر ريفلكسز تمام، انا هاجي على رجله كده من تحت وهجيب حاجه مش هتخربشه ومش توجعه، هجيب حاجه، هجيب مثلا مفتاح، المفتاح مش هيعوره، والمفتاح ده همشي بقى من تحت لفوق كده، المفتاح ده بقى همشي بيه على رجله من تحت لفوق كده اكني بزغزغه، فهيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ طبيعي طبيعي رجلي دي يعني هتنزل لتحت، هيحصل فليكشن في التوس كلها، في الصوابع كلها هيحصل فيها فليكشن، يعني الصوابع كلها هتبص للارض كده، انا بزغزغك فبعمل كده. تمام، ده طبيعي، ده الطبيعي اللي يحصل. تمام، طيب لو انا بزغزغ بطنه اللي هي الابدومينال ريفلكس، هزغزغه هنا من بره كده لجوه للميد لاين، من بره لجوه تحت برر يعني للكوستال مارجنز كده، برر للكوستال مارجنز وبرر للانجواينال ليجمنت، انا هزغزغه كده كده وكده، فهلاقي انا لما زغزغه ليه بينشف بطنه كده، فده هو الايه الابدومينال ريفلكس. يعني في بقى حاجات بتبقى ابنورمال. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول حاجه، انا دلوقتي وانا ماشيه انا وانا ماشيه كده يعني وضع الاتزان بتاعي، او انا مستوعبه ايه اللي بيحصل حواليا او مدركه، او السيريبرال كورتكس عندي شغال كويس او في يعني ديفلوبد، انا مش عايزه صغيره. تمام، وانا ماشيه الوضع الطبيعي بتاع المشيان بتاعي عشان ابقى بالانسد كده وابقى متزنه، لازم ايه رجلي كلها تبقى على الارض، يعني رجلي كلها كف رجلي كله على الارض وصوابعي كمان على الارض عشان ايه ازود مساحه السيرفس اريا اللي انا واقفه عليها، فابقى متزنه بشكل احسن. ده الطبيعي، ده في البني ادمين الطبيعيين. يعني تمام، يعني انا ما ينفعش مثلا ايه يعني واحنا ماشيين مثلا لابسين كعب، الكعب اكيد بيبقى السيرفس اريا قليله، فده بيبقى اقل توازنا من وانا ماشيه ايه برجلي. طبعا فاهمين يعني اللي انا بتكلم فيه. طيب فانا بس عايزه اقول ان طبيعي لو السيريبرال كورتكس عندك شغال او انت في وعيك او انت
مش عيل صغير لسه السيريبرال كورتكس عندك ما حصلش ديفلوبمنت او لسه ما بتعرفش تمشي، فانت كده شخص نورمال، تمام؟ شخص نورمال. فلما يجي يحصل، لما انا زغزعك في رجلك، رجلك طبيعي هتنزل لتحت او صوابعك هتبص لتحت، اكني همشي، اكني ايه همشي عشان ايه ابقى متزن اكتر، تمام؟ انما بقى اللي مش طبيعي اللي هيحصل لو السريبرال كورتكس عندي مش شغال، لو انا مثلا نايمه، لو انا في غيبوبه، لو انا طفل صغير اصلا لسه ما اتعلمتش المشي، لسه ما اتعلمتش حاجه اسمها اتزان، تمام؟ فطبيعي هيختلف الريفلكس بتاعي لما اجي ازغزغه في رجلي، تمام كده؟ طيب، ففي البلانتر ريفلكس السنتر بتاعي هنا هو الاس 1، الاستيمولس بتاعي ان انا اخربشه يزعزعه كده بمفتاح كده من رجله من تحت لفوق. النورمال ريسبونس بتاعي ان يحصل بلانتر فليكشن لكل الصوابع هتبص لتحت، تمام؟ الاب نورمال ريسبونس بقى ايه اللي هيحصل؟ قال لي دورزي فليكشن للبيج تو، الصابع الكبير، بس بص بص، دورزي فليكشن للبيج تو، دورزي فليكشن يعني الصابع الكبير هيبص هنا والصوابع دي كلها هتبقى عامله زي المروحه كده وتبعد، تمام؟ دورزي فليكشن للايه، للبيج تو، يعني الصوابع كده هتبعد لورا والصوابع دي كلها هتفتح كده وتبعد برضو عن الحاجه اللي هي بتأثر عليها. ده اسمه ايه؟ بابنس كيز ساين، بابنس كيز ساين، بابنس كيز ساين، ده اسم العالم يعني، تمام؟ مش ساين على رأي عرب والله. المهم، طب هنا بقى الاب نورمال ريسبونس هيحصل دور ديفليكشن، يعني الصابع الكبير هيطلع كده، هيطلع يعني هيبعد عن الحاجه اللي بتأذيه دي او المؤثر ده، تمام؟ وهيحصل فاننج، هتبقى عامله زي المروحه كده للاذر تو، تمام؟ طب ده بيحصل امتى؟ يعني امتى بيحصل اصلا اب نورمال بلانتر ريفلكس او ابسنت بلانتر ريفلكس؟ بتحصل حاجه فيسيولوجي طبيعيا او بتحصل حاجه باثولوجي. هنتكلم عن الباثولوجي الاول. لو في الابر موتور نيرون ريفلكس، ابر موتور نيرون ريفلكس طبعا يعني هو كل الاسباب دي مشترك فيها ان ايه، ان السيريبرال كورتكس هنا مفيش كنترول من السيريبرال كورتكس خالص، يعني كل الاسباب دي مشترك فيها ان مفيش كنترول من السيريبرال كورتكس. فهنا انا قطعت الابر موتور نيرون اللي هو كان بياخد من السريبرال كورتكس ويودي على السباينال كورد، فانا قطعت اصلا السريبرال. فهنا اصلا الباثولوجي ده هو اللي هيعمل الايه، الليجن هنا، او هو اللي هيعمل الاب نورمال ريفلكس. انما هنا الفسيولوجي، برضو الفسيولوجي فيها لوس اوف السريبرال كنترول، بس لو واحد نايم في نوم عميق، لو واحد في غيبوبه، لو واحد واخد مخدر، لو اللي هم الاطفال اللي اقل من السنه هم اصلا لسه ما هيعلموش ازاي يمشوا، تمام؟ طب بالنسبة بقى للأبدومينال ريفلكس، السنتر بتاعها من T8 لT12، بيبقى جنتل سكراتشنج كده في الأماكن اللي احنا قلنا عليها كده. النورمال اللي يحصل ايه، كونتراكشن، سوري، ان يحصل كونتراكشن في المسلز اللي انا ايه بتاعة الأبدومينال وول، لما اجي ازعزع حد كده فبينشف بطنه كده. طب الاب نورمال ريفلكس هيحصل فين؟ absence of contraction of the underlying muscle، مش هيحصل، مش هيتزغزغ، يعني هو مش هينشف بطنه. طب دي حاجة بتحصل فيسيولوجي فين؟ كفسيولوجيا يعني بيبقى الريفلكس بتاع بطنه ده عنده ضعيف أو مش موجود أصلا. فين؟ في الأوبيز بيرسونز، الناس اللي هي التخينة، تمام؟ وفي الناس اللي هي مالتي بورس وومن، يعني الناس السيدات اللي خلفت كتير، يعني مالتي بارس وومن يعني السيدات اللي خلفت كتير والناس التخينة، لأن أصلا الأنتيرير أبدومينال وول المسلز بتاعتهم ضعيفة، فهي مش قادرة تعمل كونتراكشن أصلا. طب بتحصل باثولوجي فين؟ في الابر موتور نيرون ليجن، وفين في كمان الايه، في اللور موتور نيرون ليجن، لان اصلا ايه العضله مش واصل لها اصلا اشاره، تمام؟ وبكده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده، ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه يعني. ولو في اي اسئله ابعتوا لنا على صراحه، ومستنيه الفيدباك. باي.